نعمه ونعمه. شكرا. الف مبروك يا معلم، عقبال ما اشوف خلافها يا رب. النهارده فرح بنت انا مش بنتك انت يا حاج. انا ياما ربيتها نوره دي، يا سلام، وياما عملتها عليا. وطي صوتك يا راجل يا عجوز، تعوز تكبرنا ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه يا حاج وتطول عمرك يا رب. يا راجل يا بركه، الله يخليك. الله يسعدك. شاكرين يا رجال. يلا يا محمد حاج. دي حلوه. الف الف مبروك يا حجوجه. ما تبطل ياض بقى الكلمه دي. بدلعك يا حاج على بيه. يبقى بيني وبينك مش قدام الناس. صباح الخير يا امي. صباح الخير يا حبيبي. على فين؟ رايح الشغل. انت مش هتفطر الاول؟ لا ماليش نفس. مالكش نفس ده ايه؟ لا لازم تفطر طبعا. ولا الهانم بسلامتها نكرت عليك. هانم مين بس يا امي؟ اللي خدتك بعد الفرح وسهرت الوش الفجر، كنتوا فين؟ يعني رحنا سهرنا كده شويه. سهرتوا فين؟ اذا كان كل المحلات مقفله بعد الساعه 2. كان زمان على ايامكم، دلوقتي الاماكن كلها ما شاء الله بتقعد لغايه الصبح. بعدين اشمعنى انا يعني اللي فاتحه لي التحقيق ده؟ ما مختار رجع بعد مني. ايوه مختار كان عنده شغل، كان عنده طلبيه لازم يسلمها بنفسه. طلبيه؟ انت طيبه قوي على فكره. اكيد بقى الفكره دي فكرتها طبعا. لا بصراحه هي يعني كانت فكرتنا احنا الاثنين. يا ابني ما تداريش عليها، انا عارفاك كويس. انت ليه بس حاطه نقرك من نقرها كده؟ عشان هي طايشه مش عايزه تكسبني. معلش يا امي اعذريها، لسه صغيره برضه. صغيره ده ايه؟ دي عمرها 23 سنه. يعني 23 سنه تبقى عجزت؟ ما هي صغيره برضه. انا كان عمري 23 سنه، كنت مخلفاكوا كلكم وكنت فاتحه بيت عيله. يا امي الزمن غير الزمن، انت من جيل وهي من جيل تاني خالص. يا دي الزمن ويا دي الجيل اللي انتوا ماسكين فيه. يا ابني في حاجات مهما مر عليها الزمن لا يمكن تتغير ابدا. زي ايه بقى؟ يعني مثلا الواحد الصحيح ممكن يبقى نص؟ طبعا لا. الحق سنة 60 ممكن يتغير عن الحق في سنة 2010؟ برضو لا. الحق يا ابني هو الحق، وقيس عليه المبادئ والأخلاق. أيوة هي عملت إيه يعني في قلة أدب؟ أيوة جاية الفرح بفستان آخر مسخرة. يا أمي كان في بنات كتير جدا في الفرح لابسين زيها ونفس الموديل، أنا متابع الموضة كويس. وفين أخوتك بقى يا أستاذ؟ اللي خطيبتك اللي هتبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هتبقى ام عيالك، وهي داخله الفرح كده بفستان اخر مسخره، واللي رايح واللي جاي عمال يبص على لحمها. ايه لغيتنا اخوتك عشان الموضه؟ عموما يا امي احنا امبارح اتخانقنا خناقه كبيره جدا، وتقريبا كده كنا هنسيب بعض. يا الف نهار ابيض يا اخويا، ما تسيبها وتخلصني بقى. انا مش قادر افهم انت ليه بتكرهيها قوي كده. عشان انت بتحبها اكتر ما بتحب نفسك، عشان هي مسخره عاملاك شخشقه في ايديها بتهزها قدام الناس. يا امي بقى انا بصراحه ما بقتش عارف اتعامل معاكي خالص، عن اذنك بقى. يا خساره يا خساره تربيتي فيك يا سعد، يا خساره. ما تقوم بقى يا سي مختار. تعالى يا سموحه افرغ دور وتلعبي معايا. يو بقى يا سي مختار، ما تيجي بس نقعد مع بعض شوي، ده انت وحشني. بعدين بعدين عندي برتيتة جامدة الليلة ولازم أسخن شوية. حرام القمار اللي بتلعبه ده يا سي مختار. دي تفاريح، انت يعني شايفاني بلعبه كل يوم؟ وبعدين حظ الله بيني وبين مكسب القمار، أنا لا بصرف منه عليكي ولا على نفسي. أمال بتعمل بيه إيه؟ بتصدق بيه على الفقراء والمساكين. بتتصدق على الفقراء من مال حرام؟ مش أحسن ما طنشهم وما اديهمش خالص؟ على الأقل أنا بدي غيري معاه وما بيديش. بس خسارة تضيع فلوسك. زي ما بخسر بكسب. طب وإيه اللي دخلك في الدايرة دي من أساسه؟ حب المغامرة وفرحة المكسب هما اللي بيخلوني عايز ألعب. طب ولما تخسر؟ أملي في المكسب بيخليني عايز ألعب تاني. يلا بقى العبي. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. افهمي يا مموخ تخين، المقامر دائما يلعب على أمل. الو مساء الخير، الحاج عبد الستار؟ انا نعمت اللي كنت رجعت لكم الشنطه وبعد كده رجعت اشتريتها. اهلا اهلا، يا اهلا وسهلا. طبعا افتكرتك. هو انت برضه تنسي
التشكيلة؟ طبعا وصلت ومستنياكي تيجي علشان تنقي براحتك. الله يخليك تعيش. ولو حبيتي ما نبيعش منها اي حتة لحد انت ما تيجي وتنقي براحتك. لا يبقى اذا كان كده مسافة السكة واكون عندكم ان شاء الله. سلام عليكم. يما ميعاد الدواء. والله يا بنتي انا من كتر التعب مش دريانه بحاجه. معلش يما. بالشفا ان شاء الله. تسلم ايديك يا بنتي. بصي يما انا هنزل دلوقتي، ولو تعبتي ولا اي حاجه انا سايبه لك التليفون اهو جنبك علشان تطلبيني على طول. لو احتجتي اي حاجه اندهي على ام السيد، ولو تعبتي وجات لك الازمه تطلبيني على طول على الموبايل. بس ما تتاخريش. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام. يا جماعة في ايه يا مختار؟ مش عارف بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله. هو قال لي اجمعكم وخلاص. الحمد لله على السلامة يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. في ايه يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من أي حاجة. اقفل الباب الساعة اللي بتعلق. حاضر يا حاج. أنت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطره. بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فتره، واخيرا خدت فيه قرار ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده؟ انا قررت اتجوز. انت بتقول ايه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ اتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس انت مش شايف ان حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا اخي 70 70، ما دام الصحه بومب والحمد لله. وبعدين احنا عيله معمره. انا ابويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنه. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحه وطول العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حاجه، هي الفكره دي في دماغي من زمان، من وقت ما امكم جالها القلب وهي في عز شبابها. بس انا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز اتنين وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكم كويس قوي واطمن عليكم، واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيره وانتوا بقيتوا رجاله، كل واحد فيكم عارف مستقبله فين. أظن بقى أنا الأوان أشوف لنا كمان يومين، ولا ده مش حقيقي؟ طب وماما المسكينة دي ذنبها إيه؟ أمك في عينيا الاتنين، فاهم يعني إيه؟ أمك في عينيا الاتنين، واللي أنا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس أنت كده بتهد العيلة يا حاج. أنا لا بهد ولا ببني. بلاش كلام كبير قوي يا حظابط. عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي، وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره. وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم، أمكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق أو ترفض. بالراحة عليا يا خوي. هقول لها، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الأول أمهد لها عشان قلبها الضعيف اللي أنتوا عارفينه ده. رشا ماما عامله لك الاكل ده بايديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وانا هيجي لي اغلى منها. ميرسي يا طنط. بمناسبه الاكل بقى، ايه اكتر حاجه بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطره فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، أنا هبقى أعلمك.
بس انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضيه وقاعده في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبقي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوه؟ هو حضرتك مكبره الموضوع شويه. هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في امهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. امال بياكلوا بقى اولادهم وازواجهم ايه؟ بيطلبوا لهم اكل جاهز من بره. وانهي بيت بقى يتحمل ميزانيه زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الاكل غير صحي. ساعتها هبقى اتعلم اطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط، انا ليا اهتمامات تانيه اهم من الحاجات التافهه دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه، مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي، انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا، اهدي مش كده. رشا يا ماما، رشا. مبروك يا عروسة، مبروك يا منعمة، عقبالك يا الله يبارك فيك. يلا بصوا تعالى مصورات، صورنا الله يبارك فيك. صور صورة مع بعض بقى، خمسة كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. متشكرين. حالا هجيب لكم الشربة. معاكي الباسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسال ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره، نروح نقضي لنا ثلاث ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لامه. عيب يا حجوجة، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. اجري اجري وديني وصلني. جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. السفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر، هعمل إيه؟ مضطر. أصل يا ست الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زابة تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما أسافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي تلات أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يو يا حاجة، عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على إيه؟ ده حتى الدنيا غنوة، نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير. طب إيه رأيك بقى؟ أنت رايق على الآخر. عشان كده أنا عايزك أنت كمان تبقي رايق على الآخر يا حاجة. ما هي بصراحة ربنا أنا مش عاوز أسافر وسايبك متضايقة. ده انا قلبي داري يا حاج، اهدى اللي انت بتعمله. هتحبي تنرم تنرم. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاج. اضحكي يا حاج اضحكي. طيب وريني الضحك. ايه ده كله؟ نص مليون جنيه مكسبك في العمليه يا حاج، ده طبعا بعد خصم 150 الف نسبتي و25 الف مصاريف. يا دين النبي، انت بتتكلم جد يا نديم؟ امال بهزر. النص مليون قدامك اهم، المسهم وحسهم وشمهم زي ما انت عايز، ده حقك ونصيبك. ده انت وقعتلي من السما. انا ليه ما عرفتكش من زمان؟ كله باوانه يا حاج. صح. اتفضل يا نديم، وصلاتك هي حسب الاتفاق. احبك احبك وانت مصحصح معايا يا حاج. لا مصحصح ايه بقى؟ أنا كان لازم أصحصح معاك من 26 سنة. تصور يا نديم،
أنا بكافح في المدبغة دي وفي المحل بقالي 26 سنة، ما تحصلتش فيهم إلا يمكن على 6-7 مليون جنيه بالكتير، ومئة ألف أهيف اديتهم لك لمدة أسبوعين اتنين، أسبوعين يوم يرجعوا لي بنص مليون، دي أربعة 500%. والله يا حاج لو قلت لك على عملية مكسبها 1000%. عملية ايه دي؟ صفقة العمر يا حاج. المليون فيها يرجعوا 10 مليون. 10 مليون؟ ليه؟ احنا هنتاجر في ايه؟ في الكودافين. في ايه؟ الكودافين. مش الكودافين ده بتاع دواء كحة اللي بياخدوه العيال الصيع في الشارع عشان يسطلوا يعملوا دماغ؟ الله ينور عليك. لو معاك روشتة الإزازة منه ب10 جنيه، ما معاكش الإزازة بتوصل 300 جنيه. يا دين النبي، 300 يعني 30 ضعف. وعليه طلب وشاحح مش موجود يا حاج. ايوه نديم، بس ده مخدر ومحطوط على الجدول. جدول ايه بقى؟ احنا مالنا ومال الجدول بس يا حاج؟ الله، هو مش في ناس تعبانين بجد ومحتاجينه؟ اه اكيد. يبقى دواء زي اي دواء، واجب علينا ندخله. ايوه، وده بقى ان شاء الله هندخله في الأجزخانات من أبو 10 ولا لا؟ طبعاً أكيد هنبيعه من أبو 300. إحنا هنبيع الجمل بما حمل لحد متخصص، وهو ونيته بقى. كلامك معقول. الاتفاق إن الشحنة أول ما توصل نسلمها له، ونستلم إحنا بقى فلوسنا. اللي بعد كده ملناش فيه. أيوه بس إحنا هندخله إزاي؟ وهنجيبه منين؟ في مصنع أدوية في الصين بيصنع خام الكودافين. إحنا هنتفق معهم على الكمية اللي إحنا عايزينها، ونخليهم يحطوها لنا في علب صفيح ويغطسوها في علب الكلة، ونستوردها بقى في شحنة ببطاقتك الاستيرادية في كونتينر على مصر، وندخلها على أدناها كل عادية بتستعملها في شغلك. بطاقة أنا؟ إيه عندك يا عم نديم؟ هاي هاي هاي، ده أنا كده هبقى متصدر، ودي مسؤولية عليا. لا 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 يا حاج، دي صفقة العمر، وانت هتعملها كل شوية؟ ده هي مرة مرة وشكرا على كده. معلش ولو، انا راجل طول عمري محترم وليه اسمي وسمعتي، وما اقدرش اخاطر واعمل حاجة زي دي ابدا. ما علشان اللي انت بتقوله ده يا حاج، الشحنة دي هتعدي في امان. انت راجل اسمك زي الذهب وسمعتك زي البرلاند، محدش هيشك فيك. جري يا عم نديم، انت بتطلب مني حاجة ممكن تدمرني وتهدي كل اللي انا بنيته. ايوه يا حاج، بس ممكن تعدي وترفعك لسبع سما وتعمل منها ثروة عمرك ما كنت تحلم بيها. حاج ما تنساش، المليون بيعمل 10، والعشرة بيعملوا 100 مليون. طب اديني مهلة افكر. ماشي ماشي يا حاج، براحتك، فكر زي ما انت عايز، بس ما تاخدش وقت يا حاج في التفكير، علشان لو مش ناوي الاقي حد تاني بدل الفرصة ما تروح من ايدي. افكر. نديم، انا اصلي كنت معدي قريب من هنا وقلت اطمن عليكي. ايه؟ مش هتدخليني دلوقتي؟ انت عارف الساعة كام؟ اتفضل. مالك كده؟ شكلك كده زي ما تكوني مش مرحبة بوجودي. لا 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 ابدا، بس اصلي مش متعودة ان حد يزورني في وقت زي ده. لا، انا النهاردة بقى اتعودي، لاني هزورك دايما وطول الوقت. اشمعنى؟ عشان وحدانية محتاجة راجل يقف جنبك. بس كده؟ لا، وكمان عشان خاطر جوزك الله يرحمه اللي كلت معاه عيش وملح. انت عايز تقنعني انك جايلي النهاردة في سبيل الله؟ وليه لا؟ مش الناس لبعضيها برضو؟ لبعضيهم اه، بس مش في انصاص الليل. ده اهم وقت، هي المصايب بتحصل غير في نصاص الليالي. انت الشارب؟ اه، كاسين كده لزوم الفرفشه.
أنا معايا الإزازة في العربية، أنزل أجيبها. أنت تنزل دلوقتي حالا لأن مراتك مستنياك في البيت. طيب، عموما أنا عملت اللي عليا وسألت عليكي وحسأل عليكي تاني، بس يا ريت ما تجيبي سيرة الحنان إن أنا جيت. ليه؟ هو إحنا بنعمل حاجة غلط؟ لا غلط، فين الغلط؟ بس أصل هي غيارة شوية، عارفة لو ما لقيتش واحدة تغير منها بتغير من نفسها. ما تخافش، مش هقول لها، بس علشان ما أعملش مشاكل بينكم. والله عقلة، وعلى فكرة دي إضافة جديدة للحاجات اللي عجباني فيكي. تصبح على خير. طيب، وانتي من أهله. طلعت مصيبة. مع اني واخدة على خاطري منك، بس ما قدرتش ابعد عنك اكتر من كده. رشا انا اسف. خلاص بقى يا سعد، ما تفكرنيش باللي فات، لحسن انا مجنونة واتخانق معاك تاني. لا انت هتقولي لي ده انا اكتر واحد في الدنيا عارف جنانك. كده يا سعد؟ هنت عليك ما تسألش عليا تلات ايام بحالهم؟ معلش يا رشا، اصل انا ظروفي متلخبطة قوي اليومين دول. ظروف ايه دي بقى اللي ما تخليكش تسأل على حبيبتك؟ خصوصا يعني واحنا متخانقين. ما انا كلمتك اول امبارح بالليل. دي مرة واحدة بس. ايوه، ما انت لما ما ردتيش عليا قلت اكيد نايمة. وبصراحة يعني تاني يوم انشغلت طول النهار. اتشغلت في ايه بقى ان شاء الله؟ وانت اصلا واخد اجازة من الشغل. وانت عرفت منين؟ ما انا رحت لك الشغل وعرفت انك في اجازة. في ايه يا سعد؟ لا مفيش حاجة. لا يا سعد، انت شكلك كده مخبي عليا حاجة. بصراحة بقى وبصراحة أكتر أنا عايزة فضفضلك لأنك مش غريبة عني وحقك إنك تعرفي. في يا سعد اتكلم، قلقتني. رشا، إحنا في مشكلة عائلية كبيرة جدا. خير؟ في إيه؟ بعد وفاة بابا الله يرحمه اكتشفنا إن حساباته في البنوك كلها فاضية، وإنه رهن كل الأصول لصالح البنك. يا نهار أسود، يعني إيه؟ فلسته؟ لا ما فلسناش ولا حاجة، ما احنا اكتشفنا بعد كده ان هو كان عايز يجمع 10 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 10 مليون جنيه؟ كان عايز يدخل بيهم صفقة مكسبها 1000%، يعني العشرة مليون ممكن يبقوا 100 مليون. سعد، ايه الفلوس دي كلها؟ هو ده المكسب المتوقع لو الصفقة دي عدت على خير. وايه اللي مش هيخليها تعدي على خير؟ اصلها لا، صفقة أدوية متهربة، ولو اتمسكت ممكن كلنا نروح في 60 داهية. يا شيخ، فلا الله ولا فالك، إن شاء الله هتعدي وهتبقى زي الفل. يعني أنت شايفة كده؟ هو في غير كده؟ طب أنت يعني ما ضايقكيش خالص إن بابا الله يرحمه كان بيتاجر في الأدوية المتهربة؟ ما يتاجر في اللي هو عايز يتاجر فيه، إحنا مالنا؟ إحنا مالنا إزاي؟ مش انا واخواتي اللي هنورث؟ اديك قلتها، هتورثوا، يعني مالكوش دعوه باللي كان بيحصل قبل الورث. انتوا ليكوا دعوه، هتعملوا ايه بالورث؟ صدقي صح، هي صح واحده، ده 100 مليون صح. لا قيمه عملت فيا ايه؟ اهدي يا نعمه. اهدى. انت متاكده ان هي اللي عملت كده؟ طبعا يا اخويا متاكده، والضابط بنفسه اكد لي ان في بلاغ معمول ضدي، وكانوا جايين مقصدين التمثال. طب التمثال ده عملتي فيه ايه؟ لستر ربنا الدشاش مليون حته، قمت لماه باللي فيه ورميه بره الشقه، والا كان زمانك بتزورني في السجن. معقول؟ معقول الغيره توصل بيها للدرجه دي؟ انا قلت لك قبل كده البته دي شريره. عندك حق فعلا. انا عن نفسي خلاص انا مش هعرفها بعد كده، دي من النهارده بقت عدوتي. يا نعمه، يا نعمه مش وقته الكلام ده. العداوه يا اخويا ما بتجيش بالوقت، العداوه عامله زي المقدر كده بتجيلك في وشك طاس. مين يا نعمة؟ أنا مش عايزها تحس إن إحنا عرفنا أي حاجة لحد العملية ما تتم بهدوء. وهي هتعرف منين؟ لا أنا هقول لها ولا أنت. طب اسمعني، أنا هقول لها العملية اتلغت علشان أأمن شرها، وإنتي بقى. أنا يا أخويا مش عايزة أعرفها تاني. غلط، غلط يا نعمة، أنا عايزك تعمليها عادي خالص لحد ما يتم المراد. أنا لو شفتها هجيبها من شعرها. خلاص، أنتي حرة، هاتيها بقى من شعرها زي ما انت عايزه، خليها بقى تحطك في دماغها وتنخور وراكي لحد ما تبوظ لنا النظام. يا لهوي، يا ما نفسي اكلها بسناني. بعدين
انا وانت هناكلها بسناننا. المهم دلوقتي لما نقابلها ناخدها بالحب ونطبطب. فهمتي؟ فهمت. ربنا يقدرني بقى على الطبطبه. اتفضل يا سيدي، ادي التوكيل بتاعي. انت كده راجل وجدع وقد كلمتك. بس انا بصراحه خايف قوي يا مختار. اوعى تخاف، الدنيا اللي احنا فيها دي عايزه الاسد. ايوه بس انا مش اسد. تبقى ارنب، وارنبتك دي هتشجع الناس انها تاكلك. تاكلني؟ طبعا. عمرك كلت ملوخيه بالاسود؟ ليه وانا عبيط عشان اكل ملوخيه بالاسود؟ هو في ملوخيه بالاسود اصلا يا ابني؟ انما كام مره كلت ملوخيه بالارانب؟ لا كتير بصراحه. شفت بقى، عشان كده لازم تبقى اسد، واللي يخزق لك عين تصفي له الاثنين. ايه يا مختار الجو ده؟ هو احنا في خناقه؟ اكتر. دي حياه وموت، واللي هيعيش فيها هو القوي، هو اللي هيفضل. عشان كده نفسي نبقى كلنا ايد واحده، عشان ضربتنا يا سعد يا اخويا تبقى قاضيه. والله انت عندك حق، يعني الكتره تغلب الشجاعه. انا دلوقتي معايا توكيل منك ومن ماما ومن نوره، مش فاضل غير اشرف. انت عارف اشرف محبكها حبتين. مش وقت التحبيك ده يا عم سعد، ده انا كنت فاكره اول واحد هيجري يعمل التوكيل عشان خاطر ابنه اللي بين الحياه والموت. انت برضه لازم تقدر يعني انه ظابط وموقفه حساس. هياخد ايه من الظبوطيه دي؟ ده العمليه بتاعتنا هي اللي هتظبطه. يا ريت تحاول معاه. انا؟ جرب كده معاه، حاول تقنعه. انا وهو دايما بنعمل قفله يا سعد. لا ما انت عارف اشرف، اشرف راسه ناشفه ومش هيوافق. حاول، يمكن تلين. ماشي، انا هروح اقابله واحاول اقنعه وهقول له كل اللي انت قلته لي دلوقتي. يلا، عايز مني حاجه تانية؟ تعيش يا سعد. سلام. ربنا يحفظ طريقك. اخ، مش فاضل غيرك يا حضره الضابط. عايز لك ترتيب من مخ ديب. احنا هنهرب البضاعه عن طريق البحر وندخلها بمعرفتنا. صح كده، اهو ده الكلام. لسه يا نعومه تقيل ورا. هو لسه فيه اتقل بكتير. طب يا اخويا ما تقول. الحاله دي بقى يا حبيبتي، احنا مش هنبقى محتاجين مختار واخواته في اي حاجه، ما لهمش لازمه اساسا في العمليه. يعني ايه؟ هننطرهم؟ احلى نطره، ونقرا الفاتحه بقى للحاج عبد الستار اللي دفع لنا الفلوس، والمكسب بيني وبيني 50-50. هنقسم 100 مليون بيني وبينك؟ بعد ما نخصم نسبتي 15%. ايه رايك يا نعومة؟ بس تفتكر هما هيسيبونا؟ طب مش تصبحي عليا الاول؟ صباح الفل. صباح الفل. لا يا حبيبتي ما يسيبوناش، يروحوا يشتكوا. على رايك يروحوا يشتكوا. مستنية حد؟ لا. طب ما تشوفي مين؟ دي هي، دي هي. يا مين؟ مراتك. مراتي؟ حنان. يا اهو. يلا تعالى. هروح فين دلوقتي؟ منين؟ سلم الخدامين. نديم فين؟ نديم؟ وهو ايه اللي هيجيبه في ساعة زي دي يا حبيبتي؟ هو انا في محطة مصر؟ عربيته واقفة تحت. ما يمكن عربية شبهها. هي يا نعمة. وفريدي يمكن عند حد من صحابه هنا قاعد قريب. وبعدين ايه اللي هيجيبه عندي في ساعة زي دي؟ ماشي يا نعمة. انت يا بنت بتغيري على جوزك مني؟ ده انا صاحبتك وحبيبتي. هعمل ايه بس يا نعمة؟ عينيه ازاي غديم خليه عينيا في وسط راسي منه؟ عينيه دي يا حبيبتي على نفسه، انما انا لا، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. ما تزعليش مني يا نعمة. لا انا زعلانة. حقك عليا بقى؟ حقك
حقك علي ما تزعليش. ده انا اختك. دي مساله خطر. انت ابو المخاطر يا شنواني. يا باشا انا رقبتي سداد، انت عارف انا من زمان وانا عايز اخدمك. ما هو جه وقت الخدمه. انا ممكن اسرق لك سرير، اقتل لك قتيل، انما اللي بتقوله ده صعب. مفيش حاجه صعبه يا شنواني. يا باشا ربنا يعلي نجمك، ابعد عن الداخليه، انا ما صدقت غفله عني. يعني بترفض؟ مش قوي. يعني ايه؟ يعني عمليه زي دي هتكلفك كتير. كام؟ 50 باكو. 50 باكو؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ مبقاش في ضمير وانا بعمل عمليه ارهابيه؟ اكتر اكتر. ده انت عايز تهرب مساجين من جوه السجن، وفي حاله زي دي البوليس هيتدخل ويقاوم ويبقى فيه دم. و دم؟ لا شنواني، دم لا. انا اهم حاجه عندي الضابط يفضل سليم، انا عايز اذيه في شغله وبس، مش اموته. الظاهر كده يا باشا ان في بينك وبينه طار وعايز تخلصه. بالعكس، ده حبيبي، حبيبي قوي. هو بس اللي مش فاهم مصلحته وفاهم الدنيا غلط. يا باشا من غير ما تقول ده ضابط، يعني لازم نحافظ عليه بدل ما نولع النار ويبقى في بيننا وبين الداخلية طار. عشان الشاعر الحلو ده هنخليهم 30,000 جنيه. 50,000 جنيه يا عم انت بتسمع ازاي؟ خصم الحبيبة دي عملية زفرة، ومش انا اللي هقوم بيها. زفرة؟ يعني مشمومة، قصدي ممكن يسيل فيها دم ميري، وما يقدرش على الميري الا ولاد الحرام قوي. هو في ولاد حرام وفي ولاد حرام قوي؟ امال يا باشا، انا ابن حرام ونعم. ما وصلش اكون ابن حرام قوي، دي رتب بقى. امال ايه يا باشا؟ ده الاجرام درجات. يعني اللي انت هتجيبهم لي دول لواءات في شغلهم؟ دول فرق الموت، عايشين في الجبل، قلوبهم ماتت وقفنت من زمان، ما يتورعوش يعملوا اي حاجه في اي حد، حتى لو كانت الحكومه، لا ده ما هيدفعوا الثمن. اذا كان كده ماشي، بكرة الصبح يكون عندك نص المبلغ. والنص التاني بعد ما نخلص يا خفيف. اتفقنا. فاتحة اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. والله فيك الخير يا صفية. والله يا طنط أنا عارفة إن أنا مقصرة مع حضرتك، بس أعمل إيه بقى؟ ظروف الشغل ما بتخليش الواحد يعمل أي حاجة. كتر خيرك يا حبيبتي إن أنا جيت على بالك وفكرتي فيا. إزاي يا طنط؟ حضرتك زي ماما الله يرحمها. الله يرحمها، دي كان الست ولا كل الستات. وانا برضو انسى كوبايه اللبن والسندوتشات الحلوه اللي كنت دايما بتعملها لنا ايام الجامعه. ياه انت لسه فاكره يا صفيه؟ والله كانت ايام حلوه. واللي جاي احلى ان شاء الله. يا ريت اللي جاي يكون احلى، بس اللي فات ما يتعوضش ابدا. ايه يا طنط مالك؟ انا اول مره اشوف المراره في كلامك. في ايه يا طنط؟ الايام راس يا بنتي، مش مجرد زمن ووقت. ربنا يخلي لك سعده واخواته، هما اللي باقيين لي من حلاوه اللي فات. ربنا يخليهم ويحافظ عليهم ويكفيهم شر اللي جاي. امين يا رب. سيبك بقى من الكلام ده كله، قولي لي انت يا بنت اتجوزتي ولا لا؟ لا لسه. ليه؟ كان العرسان اتعمى ولا ايه؟ والله يا طنط الحاجات دي اسمها نصيب. يا اختي يا ريت كنت اتجوزتي ساعه بدل البلوى اللي انا بيها دي. والله يا طنط انا مش عارفه اقول لك ايه، دي بجد مش لايقه عليه خالص. قولي له يا اختي، عقليه، انتوا مش اصحاب من زمان؟ كلميه، خصوصا بقى هما اليومين دول مش على وفاق مع بعض ابدا. وبصراحه مع ان يعني ما بحبش افرق بين حد، لكن انا عايزاه يسيبها. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا صفية؟ ازيك انت يا سعد، عامل ايه؟ تمام. انا قلت اجي اسال بقى طالما انت ما بتسالش. فيك الخير يا صفية. بصراحه بقى صفية دي بنتي اللي انا ما خلفتهاش، مش زي ناس لا بتيجي ولا بتسأل. هي لزوم الكلام ده بس يا أمي؟ هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفها وتشوفها بعينيك، والمواقف بتبين معادن الناس. يلا هقوم أصلي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشيل الغمامة اللي على عينك دي وتشوف كويس. عن إذنكم. أنا يا طنط لازم أمشي وأشوفك تاني إن شاء الله. ما أنت قاعدة يا صفية. يا صفية، هو إذا حضرت الشياطين ولا إيه؟ لا يا سعد ما تقولش كده، انت عارف انت غالي عليا قد ايه، بس انا عندي معاد شغل مهم ولازم اروح. طب يا سعد وصلها بقى للعربيه. حاضر يا امي، حاضر. اتفضلي. مع السلامه. سلامة حبيبتي، نورتينا. ميرسي. مع الف سلامه. اتفضلي. يا رب
إله تبقى مثل حدك ومن نصيبك يا سعد يا ابني يا رب. ريح مامتك يا سعد وبلاش تتعبها. أعمل لها إيه يعني؟ أسيب خطيبتي اللي بحبها؟ الجواز مش واحد وواحدة، ده نسب، وعيلتين بيدخلوا جوا بعض. أنا ما يهمنيش كل الكلام ده. أمال إيه اللي يهمك؟ اللي يهمني إن أكون بحب اللي هتجوزها وتكون مريحاني. ورشا مريحاك يا سعد؟ آه طبعًا مريحاني، وإلا ما كنتش استمريت معاها. ما تضحكش على نفسك يا سعد. أنت مالك أنت؟ دي حياتي وأنا حر فيها. أنا بحبك يا سعد. أعتقد أنت عارف كده كويس. أنا كمان بحبك يعني، بس زي أختي. بس أنا مش بحبك زي أخويا. أنا مستعدية أعمل أي حاجة علشانك، بس أحس إنك أنت جنبي. صفية أنت كده بتحرجيني. بحرجك عشان بحبك ولا عشان أنت ما بتحبنيش؟ مش عارف أقول لك. على فكرة بقى أنا مش عايزة أتجوزك. عارف ليه؟ عشان بحبك. ومادام أنت حابب تعيش مع واحدة غيري أكيد هكون مبسوطة لك. بس ما تحرمنيش يا سعد إني أخاف عليك. أنا بخاف عليك من نفسك لما أشوفك بتعمل حاجة غلط. صفية، صفية، وانا ناقص يا صفية. شحنة ايه دي؟ شحنة كلها. بس ما لهاش تاريخ الصلاحية. تاريخ الصلاحية في ورق الشحن. ما ينفعش يا استاذ، التاريخ لازم يكون على الصفايح. طب ما نمشيها كده وعناية ليك. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الشحنة دي لازم تتحلل قبل ما تدخل البلد، لكون متى الصلاحية. افتح لي صفيحة على ما اجيب المصفى. تعالى بس. مصفة ايه؟ هو ايه اللي هيكون يعني في الصفايح غير الكلة؟ مش شغلك يا استاذ. طب هديك 10000 جنيه. بتوع ايه؟ مش بتوع حاجة لا سمح الله، عشان بس تحت على سفر فامضي وخلصنا. من غير ما نكشف ونحل ونتأكد ده ايه بالظبط؟ مش مهم. هو يعني هيكون فيه في الصفايح غير الكلة؟ دول 10000 جنيه. انت فاكرني يا استاذ انا راجل بخاف ربنا؟ والشحنه دي هتتفتش يعني هتفتش، وانا هفتشها بنفسي. يا ابراهيم انت بس يا محترم. اهدى اهدى يا ابراهيم. استاذ خليفه راوي. يا ابراهيم استاذ خليفه راوي. ابراهيم احنا مش بنتخانق. اهدى هنخليهم 20000 جنيه. ها خلص 25000. قلت ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي يا مختار؟ الراجل مات؟ ايه اللي حصل ده؟ هنعمل ايه يا مختار باشا؟ ازاي عملت كده؟ هنعمل ايه؟ اقفل الباب، ايدك معايا، ايدك سيبه زي ما هو لحد ما نخرج من المينا. يلا اقفل يا اشرف. يلا مش هوصيك. لا شفت ولا سمعت حاجة يا حمد. عيب يا باشا، ده كلام برضو. تهام جاي هناك هو عشان نخلص. طب يلا خلينا نخلص بقى. باشا باشا. أنا مش مصدق إن أنا عملت كده. بس يا أشرف، بس لحسن حد يسمعنا وياخد باله. ياخد باله، هو ده كل اللي همك إن حد ياخد باله؟ إحنا دارينا على الجريمة، يعني اشتركنا فيها، زينا زي اللي قتل بالظبط. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه يا أشرف، ما تبوظليش أعصابي أكتر ما هي بايظة. أعصابك بايظة؟ أنا ما عنديش أعصاب خالص. طب اسكت، اسكت يا أشرف، أبوس إيدك. عشان توري. كله تمام يا مختار باشا، البضاعة اتحملت على العربية وكله على الاسطى. يلا ببركتهم، شاي الرجالة. يلا. يلا يلا على العربية يلا. حموقة، طول ما أنا في السليم، أنت في السليم. أيام يا مختار باشا، معقول أودي نفس الحبل المشنقة بإيديا؟ اطمن يا باشا سرك في بيه، توصل بالسلامة إن شاء الله، ولا إله إلا الله. محمد رسول الله. Thank you.
بأنها لجنة. هذه المصيبة نسبة التغاضي. بطل العربية. رخص لو سمحت. دي رخصة ملاك. زي بتسوق بيها تريلا يا جدع انت. على مؤاخذة يا باشا. غلطة مش هتتكرر. الشحنة دي فيها ايه؟ دي كلها يا باشا. كلها. لزوم الدباغة. بطيئكم لو سمحت. ها؟ بطيئكم لو سمحت. ليه بس يا باشا؟ هو في ايه؟ تفتيش. انزل يا اخويا انت وهو. جلو. ليه طبلت يا معلم؟ اسكت خالص. ما تعمل حاجة يا اشرف، انت مش ظابط؟ دي المصيبة. انزل بس انزل. انزل. تعالي الصندوق ده. ليه ليه بس يعني يا باشا؟ ما احنا لسه متفتشين جوه في المينا وكله تمام. دي اوامر وتعليمات. افتح الباب ده حالا، خليني افتش. حاضر، بس المفتاح بينه ضاع. عايز من شافك يا ابو اشرف. فينك يا راجل؟ تخونك برضو ايام الكليه. منتصر وحشتني والله العظيم، وحشتني. هو يا راجل اللي يروح السجون ما يسألش على حبايبه في مرور؟ مشاغل بقى منتصر، وانت عارف. ايه يا عم، وانا نايم في حضنك ولا انت مش مبسوط انك شفتني؟ لا لا ابدا. منتصر ازاي؟ بس اصلي تعبان شويه، وبعدين وانا جاي في السكه عربيتي عطلت، فخليت الجماعه ياخدوني معاهم في سكتهم. الله، هم الجماعه دول مش اخواتك؟ اه اخواتي. بس انت عرفت ازاي؟ ده انت مش مركز معايا خالص، من بطايق. ايوه. اعذرنا يا منتصر، كان يوم صعب قوي النهارده، وبعدين حسن تعبان، داخل عليا دور برد باين. الف الف سلام عليك يا صاحبي. هات المبتاع عشان نفتش. خلاص يا شعبان، دول تبعنا، عديهم. ده الغالي واخواته. اهلا يا بواب. اهلا بيك. انما خير يا باشا؟ ليه الدوشه دي كلها؟ ابدا، عندنا اخباريه عن دخول شحنه مخدرات، واقفين عشان نظبطها. يا اخي انا مش فاهم ازاي الناس بيجي لها قلب التاجر في الحاجات دي. دي قله ادب والله يا باشا. الله يكون في عونكم. متشكر يا منتصر، اشوفك على خير ان شاء الله. بقولك يا اشرف باشا، تحب ابعت لك بوكس يشد لك العربيه؟ لا لا مفيش داعي، انا كلمت التوكيل يجي ياخدها. ماشي يا صاحبي، بس هو كلمني. اكلمك. اشوف وشك بخير. في امان الله يا منتصر. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. سلام يا باشا. وده الكلام. شفت بقى؟ ظبوطيتك هي اللي ظبطتنا. ربنا يستر. ده انت كئيب قوي. يلا. بينا على فين؟ شيلوا معايا الجثه اللي ورا عشان ندفن. جثه ايه اللي هشيلها؟ انا عمري في حياتي ما لمست جثه. انا يا سعد ما اقدرش اشيلها لوحدي، لازم حد يساعدني عشان نحفر وندفن. انا ماليش دعوه. مش انت اللي قتلته؟ وانا يعني كنت قاصد؟ معاييرك انا كتمت بوق الراجل عشان ما يصوتش يلم علينا الدنيا، ولولا كده كنا رحنا في حديد. انا برضو ماليش دعوه. وانت يا سياده الرائد؟ ابعد عني يا مختار، ابعد عني الله يلعنك. يعني بتتخلوا عني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ انت عملت كده عشان نفسك مش عشان حد تاني. بس يا جماعه، بس بقى ابوس ايديكم، ما هو كمان مش معقوله نتخانق واحنا معانا جثه. اقول له يا سعد. اقول له ايه بس يا مختار؟ عموما انا هنزل معاك اساعدك وربنا يقدرني. كلنا زي ما ابتدينا الحكايه مع بعض هنخلصها مع بعض. انا لا يمكن اشترك في جريمه زي دي. انت اشتركت يا حبيبي خلاص، ولا سكوتك ده ليه معنى تاني؟ ومين قال لك بقى ان انا هسكت؟ ما انت لو كان في نيتك تتكلم كنت بلغت عنا صاحبك الظابط. انما طلعت جدع ودريت علينا عشان احنا اخواتك ولحمك ودمك. انت بتتكلم عن الدم؟ انت عندك دم اصلا؟ المهم ان عندي عقل، والعقل بيقول طالما تمينا نص المهمه يبقى نكملها لاخرها ونبقى خلصنا وانتهينا.
يلا يلا. انت متأكد ان المكان هنا امان؟ هنا امن مكان. انا اشتريت التربة دي زيرو مخصوص عشان نخبي فيها الفلوس، بعيد عن العين وبعيد عن الناس. والناس اللي حوالينا هنا محدش هيفكر يمد ايده على حاجة. يا اخي حرام عليك، حد برضو يستخدم مكان زي ده؟ ده برضو ليه حرمته. يا عم بقول لك تربة فاضية. بعدين احمد ربنا بقى، ربنا سطرها والعملية عدت وعدنا الفقر. لا ده مش احنا بس، ده احنا وعيالنا وعيال عيالنا. بص يا اشرف، العشرين شنطه دول نصيبك، بص لهم كويس، ملي عينك منهم واقعد بقى مع نفسك وفكر شوف هتعمل بيهم ايه ولا ايه ولا ايه. مش عايزهم. هو ايه اللي مش عايزهم؟ انت اتجننت يا اشرف ولا ايه؟ بعد كل اللي عملناه ده جاي تقول مش عايزهم؟ يا اشرف خلاص العمليه نجحت. أشرف يا أخويا، يا ريت ننسى اللي فات ونفكر في اللي جاي. يا أشرف أنا الأوان بقى نتمتع ونصرف في الفلوس. بعد ما تتمتع يا سعد هيبقى إيه آخرتها؟ آخرتها هتبقى فل إن شاء الله. لا وأنت الصادق، آخرتها هنتمدد إحنا التلاتة في تربة زي دي ويولنا من عذاب ربنا. يا أشرف إيه أنت، إيه ليه كده؟ هو أنت يعني أنت قاصد توترني يعني؟ أنا مش بوترك، يا اخي سيبنا نفرح شويه. يا اخي انت على طول سوداوي كده. يا اخي حرام عليك بقى، كفايه كده. افرحوا افرحوا لان انتوا اخترتوا جنه الارض، ملكوش مكان في جنه الاخره. يا دي النيله، يعني هو يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. اشرف كفايه المكان اللي احنا فيه اصلا طابق على نفسي. هناخد شنطه واحده بس بمليون، ويبقى لي نص، وابقى كده اخدت نصيب الحلال من مراس ابونا الله يرحمه. والباقي دول 18 مليون ونص، خدوهم انتوا. لا خدوهم احنا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تحملناش ديون في رقبتنا، وبعدين يعني ما تشايلناش ذنوب، كفايه اللي عندنا. يا عم على الله نعرف نخبي الفلوس دي اصلا في حساب يكون بعيد عن جماعه من اين لك هذا. انتوا احرار. ايش ايه القبحة دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا يا حماتي. اهلا خطوة عزيز. اتفضلي اتفضلي. القبحة دي لزوم الشغل عشان الشغل يطلع مية مية وعلى مية بيضة. ربنا يا ابني يجعل ايامك كلها بيضة وزي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. ما قلتليش بقى ايه سبب الزيارة الجميلة دي؟ وحشتني قلت اجي ازورك. بس كده؟ يعني هو في حاجة كده صغيرة، موضوع صغير. ايوه خشي بقى في الموضوع على طول. بصراحه كده يا سعد اصلي زهقانه من الدنيا دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله، ده واضح ان الزهق ده مرض وراثي عندكم في العيله بقى. رشرشتي حبيبتي كانت ماليه عليا حياتي، كانت محسساني ان فيه سبب اعيش علشانه. ده ايه الفال الوحش ده؟ انت محسساني انها ماتت. بعد الشر يا اخويا، تف من بقك، ماتت ايه؟ لا انا قصدي يعني وهي صغيره كانت ماليه عليا البيت، لكن لما كبرت
حسيت ان انا قاعده لوحدي. ما البركه بقى في عم شاهين، حسه معاكي في الدنيا. من ده السبب يا اخويا، هيهج من البيت بسبب المشروع اللي انت هتعمله له، وهرجع اقعد لوحدي في البيت زي القرده. وقالك هي دي حاجه تستخبى؟ بصراحه يعني جالي وكان متأزم قوي فقلت اساعده. ما انا كمان يا سعد متأزمه قوي ومحتاجه انك انت تساعدني قوي. انا ممكن افك لك زنقتك دي، بس انت كمان تساعديني وتفكي لي زنقتي. وهو اللي زيك ممكن يكون عنده زنق محتاج لواحده مفلسه زي عشان تفكها له؟ اصل انا زنقتي مش فلوس يا طنط، في حاجات تانية ممكن تنغص عيشة البني آدم غير قلة الفلوس. خير يا سعد وغوشتني. عايزك تقنعي رشا انها تصرف نظر عن موضوع الطيارة ده. هي طلبت منك تشتري لها طيارة؟ لا انت طيارة ايه اللي هشتريها لها يا طنط؟ طلبت مني ان انا اجر لها طيارة هليكوبتر عشان نتزف فيها وننزل بيها على المعازيم. الله، والله فكرة حلوة وجديدة. ايه اللي جديد؟ لا لا، بقولك ايه، انت هتعومي على عمها انت كمان. انا عايزك تعقليها كده وتخليها تفكر مظبوط بدل ما هي زعلانة مني ومخصماني. خلاص يا سعد، اوعدك ان خليها تصرف نظر خالص عن موضوع الطيارة ده. الله يكرمك يا طنط، اصل انا بصراحة موضوع الفرح ده عامل لي بلو في دماغي وجايلي في وقت متدربك معايا وبأسس فيه الشغل الجديد ومحتاج اكون رايق شوية. عيب يا سعد، انا وعدتك ووعد الحر دين عليه، المهم انت كمان توفي لي بوعدك. وانا وعدتك بحاجة؟ انت مش لسه وعدني من شوية انك انت تفك لي زنقتي؟ وايه زنقتك بقى؟ الوحدة. عايزاني اشوف لك عريس غير عم شاهين ولا ايه؟ بعد الشر يا اخويا، وفي زي عم شاهين؟ ربنا يخليه ليا. لا، انا عايزك تعمل لي كوافير عشان اسلي فيه وقتي وونس فيه وحدتي. اقنعيها بس انت باللي انا قلته لك وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. مختار، الحمد لله على السلامة يا سي مختار. الله يسلمك. الله يسلمك يا صباح. ازيك حبيبتي؟ كنت فين يا مختار؟ انت في الشغل طبعا. شغل الوش الفجر؟ ما اصل كان في قعدة تجار مهمة النهارده وكان لازم احضرها. وحضرتك سايب بقى المدبغة والمحل عشان يتنهبوا. فاشا، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان ده حصل وانت ولا على بالك. يا ماما، انا بأسس لشغل جديد اهم بكتير. يعني كلامي طلع صح؟ طبعا لا، لان المدبغة والمحل انا حاطط فيهم ناس بيبلغوني اللي بيحصل اول باول. يا ابني يا ابني يا حبيبي، يعني سيب شقة عمر ابوك للغرب هم اللي يدوروه؟ يا ست الحبايب، الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معاها. يا اخويا طور في الشغلانه اللي انت متربي فيها طول عمرك، واللي مالوش خير فيها مالوش خير في حاجه تانية. ما بحبهاش. بس الشغلانه دي بقى هي اللي ربتكوا وكبرتكوا وصرفت عليكوا وخلتكوا رجاله. دي شغله ريحتها وحشه وكلها عرق واخر بهدله. بس حلال. يا سلام، طب ما في مليون شغلانه انضف واقيم وحلال برضو. يعني عايز نعمل ايه؟ عايزني اطلب من اخوك الضابط والمحاسب انهم يسيبوا اشغالهم ويجوا يشتغلوا وانت موجود؟ ليه لا، ما هو مالهم برضو. ايوه يا اخويا، بس انت اللي بتفهم في الشغلانه ومعلم فيها. يروحوا يتعلموا لحد ما يبقوا معلمين. وانت رحت فين؟ رقيت نفسي بقى وقعدت على مكتب وبقى حواليا تليفونات. يا خيبه املي فيك يا مختار. يا اخويا لو على المكتب والتليفونات، وضب اوضه المكتب اللي في المطبخ وحط التكييف كمان لو عايز، بس خليك في اكل عيشك. يا بت كفايه اكل عيش، عايزين ناكل بقلاوه. يا سلام، وهي المطبخه ما بتاكلش بقلاوه يا سي مختار؟ تغور بريحتها الوحشه. مالكش حق يا سي مختار. مالكيش دعوه انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واللي عايز حاجه يعملها. معلش، حقك عليا يا حاجة، ما انت عارفاه راسه ناشفة وماشي على هواه. يا خوفي يا خوفي، ماشي على هواه يجيبه على قفاه كده برضو تزعل الحاجة منك. ما هي مش عايزة تفهم بقى سموحة ان احنا كبرنا وكل واحد فينا بقى ليه مصلحته. وانتوا ليه كل واحد في ناحية؟ ما تجمعوا نفسيكوا وتدوروا تجارة ابوكوا. يا حبيبتي الدنيا بتتطور واحنا كمان لازم نتطور، مش هينفع نفضل محلك سر. يعني انت مصر على اللي في دماغك؟ يا بنت، اللي في دماغي ده هيودينا بحته تانية خالص. ازاي يعني؟ هبقى بيه رجل اعمال محترم مش متبغجي. ايوه يا سي مختار، بس الحاجه كوثر دي امك وعيانه، ريحها يريح قلبك. يا سماح، دي امي وانا عارفها كويس، شويه كده وهتروق، وبعدين ما عندها جوز لفنديه التانيين ولا انا بقى الحيطه المايله،
خليها تشوف هيسمعوا كلامها ولا لا. ما انت عارف اخواتك ما حدش فيهم هيفهم في الشغلانه دي قدك ولا حملها، وبعدين كل واحد فيهم عنده شغله، وانت كده هتزعلها منهم هم كمان. طب اعمل ايه؟ ما هي باليد حيله. واللي تقول لك على حل يريح الحاجه ويريحك ويريح اخواتك هم كمان. حل ايه؟ طالما انت واخواتك مش فاضيين المدبغه والمحل، انا ممكن اقف فيهم. تقفي فين؟ انت جننتي ليه بس؟ ده انا بعرف احسب واكتب. انت ناسي ان انا طالعه من سته ابتدائي ولا ايه؟ وياما اتمرمطت في الشغل وبنت سوق زي ما انت عايز. انت تنسي الموضوع ده خالص؟ انت عايز تفضحيني؟ الله، ليه كده بس؟ هو انا هعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ طبعا انت مرات مختار باشا، والصح انك ما تعمليش حاجه. امال انا عايشه ليه يا حبيبه قلبي يا روح مختار؟ انت عايشه علشان تتدلعي، تلبسي، تخرجي وتتفسحي، مش علشان تعرقي وتتعبي. يا حبيبي هو انا بشوفك؟ ما انت طول النهار والليل بر، وبعدين الشغل مش هيشغلني عنك، وحياتك عندي انت مش هتحس بفرق خالص. مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. انا ليا 2 اخوات رجاله، اللي عايز منهم ينزل يشتغل يورينا شطارته. ايوه مش فاهم يعني ايه المطلوب مني. تفرغ نفسك لما تبغت ابوك. وده وقته يا امي، انا داخل على مشروع كبير هياخد كل وقتي. يعني ايه وما تبغت ابوك محله تسيبهم لمين وانت راجل حسابات قد الدنيا ومحدش يقدر يدورهم غيرك؟ طب ومختار راح فين؟ مختار راح سكة اللي يروح ما يرجعش. مش فاهم. رافض يا سيدي يشتغل ومتكبر. يعني ايه رافض؟ هو في حد يتكبر على الشغل؟ طب اعمل له ايه؟ بيقول له ان هو قال عنده مشروع كبير، وربنا يستر بقى من مشاريعه دي اللي محدش عارف لها اول من اخر. طب بص يا امي، انا ممكن اتابع حسابات المحل والمدبغه من بعيد لبعيد، انما اروح ابشرهم كل يوم صعب قوي. هو انا هترجاكم يا ابني عشان تشوفوا مصلحتكم؟ يا امي ما انا بقول لك اهو، هتابع الحسابات من بعيد لبعيد. ما ينفعش، لازم يكون حد فيكم موجود كل يوم عشان يباشر الشغل بنفسه. طيب نعين حد امين ياخد باله من الشغل. وتضمن منين بقى ان هو ما يسرقناش؟ يا ابني يا حبيبي المال السايب بيعلم السرقه. ايوه يا امي، ما انا كمان عندي طموح ومش هينفع اتنازل عنه. وطموحك ده ما ينفعش تحققه في تجاره ابوك؟ ما بفهمهاش، ما بحبهاش. يا ابني حبها عشان خاطرنا، عشان مصلحتنا كلنا. يا امي مصلحتكم على راسي من فوق، بس ما تاخذنيش برضو مصلحتي انا كمان تهمني. افهم من كلامك انك انت بتختار مصلحتك اولا؟ يا امي ما انا بقول لك اهو، نمسك العصايه من النص. ازاي؟ هشتغل الشغلانه اللي انا بحبها، وباشر المحل والمدبغه كل فتره من بعيد لبعيد. يا خساره، يا خساره تربيتي فيكوا، يا خساره. ليه بس يا امي ليه؟ فين يا ابني النخوه والرجوله؟ انا واختك مالناش غيركوا. طب وانا قلت حاجه يا امي؟ ما انا موجوده اهو تحت امركوا في اي وقت. مش بالكلام يا ابني، المسؤوليه فعل وتضحيه. يا خساره، يا خساره تربيتي فيكوا، يا خساره. بقى يا امي ما هي مش طريقه دي كمان، كل ما تشوفيني تقعدي ترزعي لي بالمنظر ده، انا زهقت واتخنقت. وانا اتنكست واتوكست بيكوا، يا خساره الشقه عمري اللي ضاع عشانكوا. يا رب يا رب صبرني على انا فيه، يا رب يا رب. اخيرا حققت كل اللي كان نفسي فيه، بقى معايا فلوس وراجل بيحبني. ربنا يسعدك يا بنتي. أنا عمري ما كنت أتصور إني ممكن أقابل واحد زي نديم ده، طيب قوي. يا أختي ما تطمنيش قوي كده، لا يطلع فيها عيب زي اللي قبله. لا ده غيرهم، أنت مش متصورة عايز يعمل لي إيه. ده عايز يديني 5 مليون جنيه، وعايز يكتب لي الفيلا هنا باسم. يا خراشي، ده باين عليه بيحبك بصحيح يا نعمة. مش بقولك حبه ليا خلاني أمسك نجوم السما بإيدي، حبه ليا خلاني احبه اكتر ما هو بيحبني مليون مره. انت متهم بالتفريط في اداء واجبك الوظيفي، مما ادى الى هروب اشقياء من تنفيذ احكامه، ومن بينهم 2 ارهابيين. يا فندم انا قاومت وحاولت امنع هروبهم على قد ما اقدر، واظن انه مذكر في التقرير الطبي قدام حضرتك ان انا اتصبت. بس سواء عربيه الترحيلات قال انك انت اللي طلبت منه تمشوا من الطريق النائي ده. فعلا يا فندم انا اللي طلبت منه كده، بالرغم من طول مسافته، لان السكه كانت زحمه، وقررت ان احنا ناخد الطريق ده عشان ما نبقاش هدف ثابت سهل اصطياده. وبعدين طلعوا علينا وحصل اللي حصل. ما خبيش عليك الموقف صعب، وعندنا شكوك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع، وخصوصا ان في 2 من اعضاء التنظيم الدولي كانوا من ضمن اللي هربوا. يا فندم انا قلت لحضرتك كل اللي عندي، وانتوا المفروض تردوا لي اعتباري وترجعوا لي حقي. مش لما نثبت براءتك الاول. سيادتك هو انا متهم؟ مش بقولك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع، وفي فلوس كتير قوي مدفوعه علشان ده يحصل. حضرتك تقصد ان انا متواطئ معاهم؟ كل الاحتمالات مفتوحه يا سياده الراي،
انا برفض تلميح سيادتك ده وبطلب اثباته في التحقيق الرسمي. حقك وحقنا نحقق يا فندم. انا رافض رشوه بمليون جنيه وسياده الوزير نفسه مكرمني. وده ادعى انهم يختاروك انت علشان عمرك ما هتثير الشكوك. يا فندم ازاي حضرتك تفكر اني ممكن اعمل كده؟ قدام الفلوس الكتير بتضعف نفوس كتير قوي يا سياده الرائد. ولا انت مش معايا؟ تقدر تقول لي منين بتدفع مصاريف علاج ابنك في مستشفى من اكبر مستشفيات نيويورك؟ يا فندم ده ورثي من ابويا الله يرحمه. وتهالي مذكر في اثبات الذمه الماليه ان والدي تاجر، يعني عندنا ممتلكات. ايوه بس دي مبالغ مش قليله. وانت نفسك طلبت مساعده الدوله في علاج ابنك، يعني ما كنتش تقدر تعالجه على حسابك. يا فندم انا ما اعرفش حجم ممتلكات والدي كام، وما كانش ينفع اساله قبل ما يموت. لما يموت هيسيب لنا كام؟ ياه، وهل ممتلكات والدك كتير قوي لدرجه انك تدفع كل المبالغ دي في علاج ابنك؟ ده غير ان ده نصيبك انت لوحدك. ايك يا مليكه قلبي وعيني وروحي وحياتي. انت اللي ورا الموقف البايخ ده، وقعت قلبي يا شيخ. ايه اتخضيتي؟ افتكرتي هنخطفك ونطلب فديه؟ عايش حبيبي يدفع في اي شيء سبيل نجيني من الخاتم. ما تسيبك من عايش ده وتيجي تعيشي معايا. ما تقدرش عليا. ما اقدرش. طب جربي. ما عنديش وقت نجرب، وبعدين عايش مريحني على الاخر وكسر فديه بلا حساب. بيديكي مصروف كام في الشهر؟ 5000 دولار. هديكي 10 وهسكنك في شقه في الزمالك. قلت ايه؟ ماشي كافي. ده انت طماعه قوي. انا بغيت نامن مستقبلي وعيش وعدنان ويامنهولي. يامنهولك ازاي يعني؟ هيشتري لي النايت من توفيق. ده يبقى غالي قوي. ب 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ وعايش الدخوف ده وافق انه يدفع؟ هو وعدني وقال لي اول ما هتجيله تحويله من بره هينفس. تحويله من بره؟ طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك من بره وتخليكي جوه عشان يجي لك برد. دمك خفيف. ده انت اللي عسل. ما تيجي افتح لك محل ضيق كده صغير محندة عشان تعرفي تدوريه. هو النايت. وعموما ما طلبتش منك تجيبهولي. طب بذمتك عايش سلطان ده يملى عين اي ست؟ المهم يملى جيبي. هو انا هتجوزه. طب لو خيروكي بيني وبينه تختاري مين؟ اختارك انت. شفتي بقى كلمه الحق طلعت يا رجاله. بس ايه؟ انت على قد حالاتك ومش على قد طلبات. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا عندي فلوس توزن عايش سلطان ده يجي 1000 مره. طب ما تشتري لي النايت وابقى معاك. اصل انا ليه نظريه. مش من نظريه يعني، بتفائل وبتشائم والنايت اصله كله خمره ورقص، يعني مال حرام 100%. وانت مالك؟ انا قابلة على نفسي المال ده. لا انت غريبه قوي. خلاص اشتريهولك واكتبي لي شيك. شيك بايه؟ ب 3 مليون. ما انا هديهم لك سلف وبيعوضهم لي لما النايت يكسب. وما تقلقيش انا لوحدي بصرف لي في الليله يجي 50000 جنيه، يعني بيكسب كل يوم 100%. وليه احمل نفسي دين وعايش حبيبي موجود وممكن يجيبهولي هديه؟ يا مين يعيش. وبعدين ده بيلعب بيكي وعامل التحويل ده حجة عشان يملص. اسهلين انا عايش ما يعملش كده. يا بنتي صدقيني انا ممكن الصبح اكيشك الثلاثة مليون وعلى اخر النهار تبقي صاحبة المحل. بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم جد. ولا شوفي بقى تستني عايش افندي سلطان اما يقبض التحويل. لو بجد هتسلمني 3 مليون بكرة هكتب كحبيبي. ايه هكة دي؟ يعني كده. طب اذا كان هكة يبقى ماشي. انت اللي بعت حموق عشان يشهد زور ضده. انت مجنون يا ابني. انا شاي اه، انما لا يمكن اودي واحد مظلوم في داهيه. طب ما يمكن حموق راح من نفسه. راح من نفسه حد وزه خلاص. انا خدت قراري. قرار ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادر. افهموا بقى، في بريه هيروح في داهيه بسببنا. وهنعمل ايه يعني؟ نعترف بالحقيقه. انت عايزنا نروح برجلنا لحد المشنقه ولا ايه؟ ما انتوا لو ما رحتوش برجليكوا هتروحوا غصب عنكم، لاني هبلغ عني وعنكم. اهدى يا اشرف. اعقل يا حبيبي مش كده؟ اعقل. وانا بقى فيه عقل. اشرف كل خطوه دلوقتي بقت محسوبه علينا. اديك جبت المفيد. الله يفتح عليك يا سعد يا اخويا. الغلطه يا اشرف بفوره. يبقى الحل الوحيد ان حموقة يعترف انه شاهد زور ويخلص مصطفى. وده حل معقول يعني في نظرك؟ زي ما وزيته انه يشهد زور خليه يعترف بالحقيقه. تاني هتقول لي وزيته؟ يا ابني ده انا اخوك، يعني المفروض تكون عرفتني اكتر من كده. ما انا عشان عارفك يا مختار فمتاكد ان انت اللي وراها. تبقى ما تعرفنيش يا اشرف. انا ممكن اقلب حد في مصلحه اه. اسقم على واحده ماشي، ادخل تهريبه من الجمرك اوكي، انما اقتل استغفر الله العظيم يا رب طبعا لا. هو ايه اللي طبعا لا؟ امال الورطه السوداء اللي احنا فيها دي بسبب ايه؟ مش بسبب جريمتك؟ جريمت انا؟
يا ابني دي ما اسمهاش جريمة، اسمه قتل خطأ، وأنا سألته خلاص هصوم الكفارة 60 يوم، ثم أنتوا كمان لازم تصوموا معايا 60 يوم؟ ونصوم معاك ليه إن شاء الله؟ أنتوا مش شركاء معايا؟ ولا فاكرين ربنا مش هيحاسبكوا على دي كمان؟ المصيبة إنه هيحاسبنا. طب يعني افرض إن إحنا صومنا 60 يوم دول كلهم، ممكن ربنا يسامحنا؟ طبعًا، مش هو اللي قال كده في كتابه العزيز؟ طب ما كده تبقى اتحلت يا أشرف، ومش فاضل بقى غير مصطفى، وأنا عندي حل يريح ضميرنا ويرضي جميع الأطراف. قول يا سعد، قول يا أخويا. دلوقتي حكم الإعدام على مصطفى ده مش آخر المطاف، دي أول درجة. إحنا بقى ممكن نوكل له محامي عقر يدافع عنه ويستأنف الحكم، ومين عارف مش يمكن المرة دي ياخد براءة. ده الكلام، الله يفتح عليك يا سعد يا أخويا، ده حل فيه مصلحة للكل. مصلحة إيه؟ الراجل محبوس. محبوس بس عايش. وبدل ما نعترف عشان نخرجه ونحط نفسنا مكانه، إحنا بقى نساعده من بره، نصرف على عياله لغاية ما يخرج بالسلامة وياخد براءة إن شاء الله. إذا كان كده ماشي، وأنا ما عنديش مانع. وافرض بقى المحامي ده معرفش يخرجه واتحكم عليه، واحنا ليه بس نقدر البلا قبل وقوعه؟ لان البلا هو الاقرب في الحاله المنيله اللي احنا فيها دي. يا اخي ليه التشاؤم ده؟ انا مش فاهم انت فيك حيل تتفائل ازاي بعد كل المصايب اللي حطيتنا فيها. يا اشرف كل المصايب دي تهون الا مصيبه واحده بس، الشرك بالله. والحمد لله احنا طول عمرنا موحدين وعمرنا ما شككنا في وجوده. انت كمان عايز تشكك في وجوده؟ الله، هو مش في ناس بتعمل كده؟ ايوه بس احنا مالنا ومالهم يعني. يا سعد يا اخويا احنا عاصيين مش كفره زيهم. الحمد لله. مس نديم جاب جدل عشان يمثل دور. يمثل دور فين؟ في الحقيقه. على مين؟ على واحده ست اسمها نعمه. نعمه عملوا عليها فيلم وفهموها ان جدل موظف في الشهر العقاري، واسم الله عليه سناديم بعلاها باع كده وكده يعني عشان تحول له فلوسها في حسابه. كمان حولت له فلوس؟ ده جدل جوزي بيقول لي ان حولت له فلوس ياما. ده كده. هو انت زعلت ولا ايه يا استحنان؟ لا ابدا يا موليد، كتر خيرك ان عرفتيني الحقيقه مادام انا كنت قاعده على عمايه. هبوس ايدك يا استحنان، ما حد يعرف اللي انا قلتهولك ده خالص، عشان خاطري ده كان جوزي يطلقني فيه. طمني يا مواليد، الحق مش عليكي، الحق على اللي عامل فيها موسى وهو فرعون. اعقلي يا نوره وما تهديش البيت. انت اللي طربقته على دماغنا يوم مرضيت بالقرش الحرام. انا عايز اضمن لنا مستوى اجتماعي كويس. عايز تضيعنا دنيا واخره عشان شويه منظره. منظره؟ هي العيشه الحلوه تبقى منظره؟ يا بنتي في ناس بتموت من الفقر وبينداس عليها، احمدي ربنا بقى على انت فيه. احمده واشكر فضله انه بينك على حقيقتك بدل ما كنت ضيعت عمري كله معاك. ياه للدرجه دي؟ يا خساره، كنت فاكرك مختلف لكن طلعت زي الباقيين. بطلي بقى كلامك المثالي ده وفوقي، احنا في زمن ما يعرفش الرحمه. يمكن انت ما حسيتيش بحاجه زي دي لانك طول عمرك مولوده في بقك معلقه ذهب. انما انا لا، انا ياما نمت من غير عشاء، ياما اتمنيت ان تكون لي لمبه تنور لي لوحدي بدل المذاكره في الشوارع وتحت العواميد. عارفه يا نوره ايه المشكله اللي بيني وبينك؟ انك طول عمرك باصه للدنيا من فوق، انما انا شفتها من تحت. عشان كده انا ما عنديش استعداد ابني يشوف اللي انا شفته. انا عندي موت في بطنك ولا ان ينزل ويتعذب بفقر. ياه للدرجه دي الفلوس مهمه عندك قوي كده؟ الفلوس هي الحياه. انا لو معايا فلوس همتع نفسي ومتعك ومتع ولادنا، لكن لو معيش ساعتها ممكن افكر اقتلكم من شده الفقر. تقتلنا؟ هو انت ما سمعتيش عن الناس اللي بتقتل عيالهم عشان مش لاقيين ياكلوا؟ تبيعلي ابننا بكام يا رؤوف؟ ايه؟ ابيعلك؟ ايوه انا عندي الفلوس وانت ليك حق في ابننا اللي جاي، وانا مستعده اشتري حقك ده فيه ونفترق. ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ انا لا يمكن اعمل كده، وبعدين ده عرض غير مشروع. هديك 2 مليون على المليون اللي معاك وتتنازلي عن ابننا تنازل لا رجع فيه. ايه؟ هتكتبيه باسم واحد تاني ولا ايه؟ حاشا لله، انا برضو بعرف ربنا هيكتب باسمك، لكن حضنته والوصايا عليه لحد ما يكبر هتكون عليا انا، ومالكش حق تشوفه الا باذن مني. انت ازاي تعرفي ربنا وانت عايزه تفرقي بين اب وابنه؟ هديك 5 مليون يامنوا لك مستقبلك لاخر العمر، وابني بقى يا سيدي اعتبره بعد الشر مات في بطني. بعد الشر يا شيخ؟ مش انت اللي بتقول ده؟ لو انا فقير
انما انا لو غني اكيد هبقى عايزه يعيش معايا. الدنيا ما بتديش كل حاجه يا رؤوف، في لحظات لازم علينا نختار فيها بين الحاجات ونحسم امرنا. انا مش متخيل انت ازاي بتعرضي عليا عرض زي ده. اخر كلام هخليهم 10 مليون، لو قبلت هنتمم الموضوع مع المحامي، ولو ما قبلتش بقى ابني برضو هيفضل في حضني، وتبقى تاخده ده لو عرفت تاخده بعد السن القانوني. ده تحدي بقى. انا دلوقتي بطلب منك بالتراضي، انما لو فشلنا فانا عشان مصلحه ابني ممكن اعمل اي حاجه. يعني مفيش امل نكمل مع بعض؟ اللي انكسر عمره ما يتصلح يا رؤوف. قلت ايه في العرض بتاعي؟ سيبيني افكر. صراحه كده بقى يا مدام، للاسف نديم لعب عليكي. صح. ايه يعني؟ ايه يعني؟ قانون لحم المغفلين، خصوصا انك انت مفيش معاكي اي دليل واحد يثبت انك انت دفعتي له فلوس او حتى يثبت ملكيتك للفيلا. لا، معايا عقد بيع ابتدائي وعليه مضيته. وانا حاولت احل معاه الموضوع ودي، كنت فاكر ان الامضه دي ممكن تكون وسيله ضغط عليه. طب وقال لك ايه؟ قال ان الامضه مضروبه وانه هيطعن فيها بالتزوير. ايه ابنك؟ قولي لي، هو ما ضاع قدامك؟ لا، جاب لي عقود ممضيه، انا اللي بخبتي مضيت قدامه. للاسف انت كده ما لكيش اي حق عنده. طب والحل؟ انا في الشارع. في الشارع ليه؟ ما فين شقتك القديمه؟ اجرتها مفروش 5 سنين لما نقلت الفيلا. ما تخرجي المستاجر منها. في شرط جزائي وانا ما معيش ادفع له. امال عايشه فين دلوقتي؟ واخده شقه مفروشه وقاعده فيها انا ووالدتي لغايه لما نشوف حل. وايه اللي يخليك تاجري مفروشه يا مدام؟ ما عندك فيلا الحاج عبد الستار، روحي اقعدي فيها زي ما انت عايزه. ايه يا متر، ما تتكلم كلام مظبوط يا متر. فيلا الحاج عبد الستار دي بتاعه الحاجه، اروح ازاي وانا مراته التانيه؟ وبعدين ما حدش هيوافق ان انا اروح اعيش معاهم اصلا. يعني ايه ما حدش هيوافق انك تعيشي معاهم؟ ده حقك يا مدام بالشرع والقانون. حقي؟ اه طبعا حقك. هو انت قبل كده اديت لهم تنازل عن نصيبك في المحل والمدبغه والفيلا؟ لا. يبقى من حقك انك انت تحصلي على نصيبك منهم في اي وقت. طب وايه النصيب اللي انت بتقول عليه ده؟ اخده ازاي؟ نرفع لك قضيه فرز وتجنيد. فرز وتجنيد؟ حلوه دي. طب وحضرتك ممكن ترفع لي القضيه دي ولا هتقول لي بقى ان انا ما اقدرش ابقى الخصم بتاعهم والحاجات دي؟ بص يا ست الكل، انا محامي وزي ما هم عمل عندي انت كمان عميله عندي، وممكن كمان تكوني عميله مميزه. يعني حضرتك ما عندكش مانع؟ لا طبعا ما عنديش مانع، طالما هتدفعي لي الاتعاب. بكره الصبح هيكون عندك جزء من الاتعاب، ولو سمحت ترفع لي القضيه باسرع وقت وتجيب لي حقي. اتفقنا يا متر؟ اتفقنا يا هانا. انا متشكره لحضرتك. العفو على ايه؟ تحت امرك يا نعم هانا. سلام. ايه ده؟ نعمه؟ ايه الصدفة الغريبة دي؟ الظاهر ان احنا الفترة الجاية هنتقابل كتير يا سيادة الرائد. نتقابل؟ بس المرة الجاية مش هتكون صدفة، زي ما اتفقنا يا متر. ومن فضلك الموضوع اللي بينا ده سر. اوكي. عن اذنك يا سيادة الرائد. مع السلامة. صباح الخير. صباح النور. يا ترى حاجة كوثر موجودة؟ ايوه موجودة، نقول لها مين حضرتك؟ نعمة. حاضر يا فندم، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. مين حضرتك؟ انت يمكن ما تعرفينيش وما شفتنيش قبل كده، بس اكيد سمعتي عني. سمعت عنك فين؟ انا نعمه سيد مجاهد، مرات الحاج عبد الستار الثاني. وجايه هنا ليه؟ جايه لاني عرفت انك سبت عقل وهتفهميني. افهمك في ايه؟ انا عارفه ان جواز الحاج مني ده مزعلك، بس ده الواقع وده شرع ربنا. وجاي تقولي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان ليا عندك حق وعايزه اخده. حق؟ حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. انت مالكيش اي حقوق عندنا. عيب كده يا حاج، ده شرع ربنا. نصيبك خدتيه فلوس من مختار. ده حقي في السيوله، لكن حقي في الاصول لسه يا حاج.
انت ايه؟ قراطه ماسكه فينا ومش عايزه تسيبينا. انا مش جايه اشحت منك، حقي هاخده بالقانون. انا جايه علشان خاطر الراجل ده اللي حبني واكرمني طول ما هو كان عايش، ولانكم من ريحته قلت اجي اعرض عليكم نصيبي، يمكن تحبوا تشتروه وتدوني بداله فلوس وابعد عنكم واحل. يا سلام، انت ايه؟ ما بتشبعيش؟ ما كفاكيش الفلوس اللي خدتيها؟ تاني خدتي؟ بقولك ده حقي يا حاجة. طب امشي اطلعي بره بقى، عيب لان انا في بيتك. اديك يا حلوة قلتي انك انت في بيتي، عشان كده امشي اطلعي بره. بقولك امشي اطلعي بره، فاهمة ولا لا؟ هنية، هنية. تعال خدي الست دي وشيليها ورميها بره البيت. حاضر يا ست. اوعي ولقيت من وش، وخليكي فاكره يا حاجه ان انت اللي ابتديتي ورجعالي. لا يا اختي خوفتيني. يا رب، ده ايه البلاوي دي؟ بيجوا منين مصيبه دول؟ يا رب يا رب. كويس ان لحقتك قبل ما تروح. خليك يا ست، يا ست البنات عامله ايه؟ خير يا سي مختار؟ ايه اللي معادك لحد دلوقتي؟ انا قلت زمانك روحتي. قدامي شويه حسابات كده براجعها. تعيش يا اصيله. الا بالحق، انت بتروحي وبتيجي ازاي المدبغه هنا؟ انا متفقه مع سواق تاكس وبحاسبه بالاسبوع. ايه، مرات هنا تركب تكوسه وتتبهدل في المواصلات؟ الحمد لله كده رضا. ده في غيري بياخدها كعابي لما رجليه بتور عشان ما معهوش حق الميكروباص. واحنا مالنا ومالهم؟ مرات هنا ست البنات، هو في حريم حلو كده اصلا بينزل شغل يوم يركب تكوسة؟ لا لا لا، ما ينفعنيش الكلام ده. بكره الصبح الصبح هنزل اجيب لك اجدع عربيه على الزيرو بسواقها. عربيه مره واحده؟ طبعا، وموديل السنه دي كمان، وانا عندي اغلى منك يا سموحه السموحات. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. قادر يا كريم. تعيش يا ست البنات، يا عسل العسليات. ما كانش العشم يا متر، يخونك برضه العيش والملح. لا عشت ولا كنت لو عملت كده ابدا يا حاج. امال تفسر بايه وقوفك ضدنا مع اللي اسمها نعمه دي؟ ضدكوا؟ ده لمصلحتكوا يا حاج. تدافع عنها وتقول لي مصلحتنا؟ طبعا، ما انا لو ما عملتش كده كانت راحت لمحامي تاني، والله اعلم بقى وقتها كان ممكن المحامي ده يعمل ايه. تروح واعلى ما في خيالها تركبه. يا حاجة، انت ست مؤمنة وعارفة ان شرع الله حق. ما خدت فلوسها، عايزة ايه تاني؟ لسه ليها حق عندكم يا حاجة. ولا انت بقى عايزة الحاجة عبد الستار ما يبقاش مرتاح في تربته؟ تدين عليه ليها ويفضل متعلق كده في رقبتكم. وايه المطلوب مننا؟ مش هقولك بقى تدوها جزء من الفيلا ولا حتة من المحل والمبغى. حاولوا بقدر الامكان تقيموا نصيبها بفلوس وتدوها لها. ونصيبها ده بقى يتقيم بكام؟ حوالي 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه ونص تقريبا كده يعني. ودول هنجيبهم منين؟ حاجة كوثر، الأشياء معدن والعملية ماشية زي الفل ما شاء الله يعني. ده الظاهر بس، إنما المستخبي بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيه. مالك يا مختار؟ بفكر يا سماح. شكلك بتفكر في موضوع مهم. بفكر في سنين حياتي وشقى عمري وتعبي وانا بجمع الفلوس دي. ما كنتش اتخيل ابدا اني هجمعها وفي الاخر مش هلاقي حد اديها له. اتجوز يا مختار. انت بتخرفي تقولي يا سماح؟ انا لا بحب ولا هحب حد غيرك، مش معنى اني بفضفضلك باللي جوايا اني عايز اتجوز. ان في بينا عشره وحب وصداقه تسمح لي اني اشتكي لك حتى لو منك. ما انا عارفه، عشان كده بقول لك ما عنديش مانع. صدقني اتجوز يا اخويا عشان تجيب العيل اللي بتتمناه وما تحسش ان في حاجه ناقصاك وتفرح. نفسي افرح وربنا نفسي افرح، بس الدنيا مش ممكناني. ساعات ما بطيقش فكره اني اتجوز عليك يا سماح، بحس ان الكفايه عليا منوره دنيتي. وساعات تانيه بضعف نفسي بقالي عسوه تدفي بيها في ايام اللي جايه انا وانتي.
عشان كده بقولك اتجوز وريحني. هتتعبي لو عملتها. بالعكس انا احس ان في هم شن على صدري. ربنا عالم يا سماح، لو خدت الخطوه دي ابقى مضطر، بس اعمل ايه؟ نفسي يبقى لي ذكر في الدنيا وعزوه بين الناس. حقك يا اخويا، انت هتبقي امهم. ربنا يخلي لهم امهم. امهم دي مين؟ دي مهما كان زوجه تانية معروف سبب وجودها ايه وسطينا، انما انت حبيبتي، انت اللي في قلبي، انت الاولى والاخيره. ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت دايما جابر بخاطري. انا لازم انزل عند ميعاد ساعه زمن كده وارجع لك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. تعمل ايه في المصيبة اللي انت حطيتنا فيها؟ تلاقيش يا رشا، انا عندي خطة هتعوضنا كل اللي فات. ما كفاية الخطط بقى اللي جابتنا الارض دي. انا خططي كلها ناجحة، واللي حصل ده بسبب الخيانة مش سوء تخطيط مني. الغلط غلطك عشان انت وثقت في الناس الغلط. رشا بص ايدك، انا مش ناقص. اعملي حسابك بكرة الصبح تقومي بدري عشان تعملي لي توكيل، عشان عايز ابيع الفيلا دي، محتاج المليون جنيه اللي معاك. نعم يا اخويا. معلش، محتاج اكبر سيوله ممكنه عشان اقدر اقف على رجلي من تاني. الفلوس دي فلوسي مش فلوسك انت. وانا وانت ايه يا حبيبتي، ما احنا واحد. لا يعني احنا اتنين، وانسى ان انا هديك مليم واحد. دي اكيد بتهزري. انا بتكلم بجد رشا، بقولك محتاجهم ساعديني وقفي جنبي. اسفه، ما عنديش استعداد اديك اللي عندي عشان تضيعه زي ما ضيعت اللي عندك. ايوه بس ما تنسيش ان انا اللي اديتك الفلوس دي، وانا اللي كتبت لك الفيلا باسمك. يعني الحاجات دي اصلا بتاعتي. كانت بتاعتك، انما دلوقتي مالكش فيها. ايوه بس انت كده بتبيعيني. ابيعك واشتري نفسي احسن ما نخسر احنا الاتنين. معقوله انت تعملي كده؟ انت يا رشا، ده انا اشتريتك في وقت ما كانش ليكي تمن فيه. ده انا عملت عشانك اللي ما كنتش اتخيل ان ممكن اعمله في يوم من الايام، عشان اشتريكي واحافظ عليك. والله كل اللي عملته عملته بمزاجك، محدش كان غصبك عليه ولا ضربك على ايدك. انا صدمتي فيك انت اكبر من الفلوس. مش قادر اصدق ان كل اللي اعمل لهم يخونوني بالمنظر ده. معقوله عشت العمر ده كله اختار الصاحب الغلط والست الغلط؟ لا 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 لا، انا اكيد في كابوس تقيل قوي ومش عارف اصحى منه. انت اللي جبت الكابوس ده لنفسك، ولازم تخرج نفسك منه زي ما دخلت نفسك فيه، ومن غير ما تطلب مساعدتي. انا ما صدقت يبقى عندي فلوس وفيلا، ومش مستعد اضحي بيهم عشان خاطر اي حاجه. حتى لو الحاجة دي تبقى أنا؟ أنت بالذات لا يمكن أديلك حاجة لأنك متهور، وهتاخد فلوسي تضيعها وتضيعني معاك زي ما ضيعت نفسك. رشا، رشا سعد، سعد فيك إيه؟ سعد، سعد رد عليا، فيك إيه؟ سعد، سعد. الحمد لله نزيف المخ توقف. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. بس الحاله لسه حرجه، البنت في غيبوبه. وهي ممكن تفوق من الغيبوبه امتى يا دكتور؟ يعني شهر شهرين وممكن سنين. يا ساتر يا رب، سنين. المهم ان الحاله مستقره وموجوده تحت الملاحظه 24 ساعه. يعني بنتي ممكن تفضل في الغيبوبه سنين؟ ده في أسوأ الاحوال. هي ممكن تفوق بس ايه يا دكتور؟ يعني عاده في حالات جلطات المخ والنزيف
لو المريض قام بالسلامة بيفضل عنده عجز يا إما في آلة النطق يا إما في الحركة يا إما في التركيز حسب مكان الإصابة. يعني حتى حياة لو فات مش هترجع سليمة؟ يا ستي بقول عادة، لكن قادر ربنا يرجعها لك سليمة من غير أي مشاكل. آه يا بنتي، آه يا بنتي، آه عالية عالية، حاولي تهدي شوية يا ستي، خلي عندك أمل واحمدي ربنا إن بنتك لسه عايشة لغاية دلوقتي. عن إذنكم. أنا السبب، أنا السبب، كنت عايزة أطمن على مستقبلها، ضيعت لها حياتها خالص. بس ما تعمليش في نفسك كده. أعمل إيه يا أشرف؟ أعمل إيه يا أشرف؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بس الصبر مفتاح الفرج. لحد إمتى يا أخويا ده أنا هتشل؟ لحد ما ألاقي لك ترتيب أرجع لك بيه الفلوس من نديم من غير ما أخسره. يا سلم، خايف على زعله قوي. طبعًا، مش شريكي. وبعدين معرفت الرجال كنوز، ومعرفت الست بألف راجل، مش هو ده بقيت المثل ولا أنا غلطانة؟ لا غلطانة وستين غلطانة، لأن مش أنا الراجل اللي بيع صاحبي عشان ست. أمال وافقت تساعدني ليه؟ الحاجة حواجة، وكلنا خدامين المصلحة. آه، يعني تبيع صاحبك عشان مصلحتك؟ إذا كان مصلحتي ماشي، إنما واحدة ست طبعاً لا. أنا راجل عندي أخلاق وبحترم مبدئي. اوعى تكون بتضحك عليا وبتنيمني في الدرة ومش ناوي تعمل لي حاجه. عيب يا نعمت، عيب. انا راجل وقد كلمتي، وطالما وعدتك يبقى هنفذ. انا كلمتي سيف. امتى يا اخويا؟ بعد ما يصرف الفلوس. ما تقلقيش قوي كده، نديم عنده فوق اللي واخده منك شيء وشويات. بعدين انت مستعجله قوي كده ليه؟ ما انت قاعده هنا بتاكلي في قده محلوله وبتاخدي فلوس كمان. تاني طريقة الكلام اللي تقرف دي. يا مش دي الحقيقة؟ الحقيقة اني خدت حقي غصب عنك، ولو كان عليك كنت ممكن تطردني من الفيلا دي النهاردة قبل بكرة. عيبك انك فهماني صح. خلاص خلصني عشان تخلص مني وما تشوفش وشي تاني. ما قلتلك الصبر، انت ايه؟ ما بتفهميش عربي؟ قلتولي بقى عايزين العملية بلدي ولا صيني؟ يعني ايه؟ البلدي ده يعني إبرة وخيط عادي يعني، إنما الصيني بتبقى بالونة وفيها مية حمرة. يا سلام، العلم تقدم آخر حاجة. أمال يا أستاذ أنت فاكر إيه؟ دي أحدث موضة نازلة في السوق، بس يعني غالية حبتين. بكام الصيني ده؟ ب300 جنيه. مش خسارة فيها، فرحة تستاهل أكتر من كده. وعندك بقى 500 جنيه فتح أوضة العمليات و2000 جنيه لإيدين الدكتورة اسم اللي عليها، يبقى المجموع كله 2800 جنيه. ماشي. بتعرفي تعدي ولا لا مؤاخذه عدهم لك؟ لا يا اخويا بعرف اعد، ده كتير قوي يا راجل. يا بنت عادي، وبعدين اللي هدفعه فيك النهارده هتردهولي لما يتم المراد. انا خايف. ما تخافيش يا بنت، اعتبريها شك الدبوس. فضلي اختي معايا، تعالى معايا. ماشي. على فين يا استاذ؟ دي عمليه، انت فاكرها جمعيه شعونيه ولا ايه؟ معلش يا مدام، بس اصلها اول مره يعني. كلهم يا اخويا بيقولوا كده. اه ماشي. انا فاهم. اعمل ايه بقى في قلبي الرهيف ده؟ دايما بيضعف قدام المستجدين. تعالي ورايا يا اختي. يلا. ما ينفعش يا استاذ، خليها تاخد الفيتامينات دي وتجيني كمان اسبوع. هو ايه ده؟ ايه اللي كمان اسبوع؟ دي حامل. ما انا عارف انها حامل، مش هتفاجئ يعني، واحنا جايين ننزل العيل ونعمل عمليه على نظافه. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ حالتها ما تتحملش الاجهاض، وممكن يكون في خطوره على حياتها. وبعدين العمليه الثانيه لازم تتعمل بعد الاجهاض على الاقل باسبوعين. والعمل؟ احنا مستعجلين ومش هنقدر نستنى اسبوعين يا دكتوره. لا دي مشكلتكم، انما انا مش هعمل العمليه النهارده. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ قلت لك اديها الفيتامينات ولما تشد حيلها بهاتها. جرى يا دكتوره؟ انت فاكراني واد هفه واسمع الكلام ولا ايه؟ جرى ايه يا استاذ؟ لا يا ماما انا مش استاذ، وهتعملي العمليه دلوقتي بدل ما اعملها لك انا. مش كده يا راجل. بس يا بنت تعالي هنا، تعالي يا ام احساس مرهف، رايحه فين؟ ما تعرفني يا اخويا، احساسي مرهف ورهيف كده وما اقدرش اشوف الدم خالص. ارجعي على جنب يا وليا. يلا يا دكتوره، يلا اعملي العمليه ونططي القرد بدل ما نططك انا على اخره. برضه يا راجل اهون عليك تعرضني للخطر يا بنت؟ ده لمصلحتك. ما تسمعيش كلام الدكتوره دي، مش فاهمه حاجه. انت زي الفل وعش على عش اهو. وبعدين انا عليا بايه اصلا كل المصاريف دي غير ان اطمن عليكي واسطرك وارجعك بنت بنوت زي الاول؟ بنت بنوت ازاي وانا حامل منك؟ هنعمل ايه؟ الوقت كان ضيق وخفت العريس يطير من ايدينا. وبعدين ما تقلقيش، انا هكلفه الجوازه في 10 ايام. اه ولو نزل ابن سبعه عادي، ما هو وارد ينزل ابن سبعه ولا ايه؟ يا راجل الراجل ده ذنبه ايه بس ينضحك عليه؟ هيربي عيل غير ابنه ليه؟ ربنا بيديله على قد نيته. وبعدين ده من حظ ابنك الحلو،
اللي هينزل يلاقي اب اجدع واغنى واحلى من ابوه الف مره. ايوه بس ايه يا فرحه؟ يا رجب كده حرام كده يبقى غش وتزوير. مش احسن ما ينكشف سترك وفضحتك تبقى بجلاجل؟ يا سيدي انا مش عايزه منك اي حاجه، اكتب عليا انت بس ومش هيبقى في فضول. بقول لك ايه يا بنت؟ بقول لك ايه؟ انا مش بتاع جواز. ها؟ مش بتاع جواز. وبعدين يا بنت الناس زي ما انت شايفه، الحاله ضنكه على الاخر وناشفه، مش معقوله يعني هروح لافح على كتفي مرة بعيد كده برضه يا رجل؟ عاوز تخلع مني وتلزقني لاي حد؟ اي حد ايه؟ اي حد ايه يا عبيطه؟ يا عبيطه؟ ده مختار باشا ابن العز والفخفخه، ده هيعيشك في هنا ما كنتيش تحلمي بيها فرحه. بس افرض بقى قفش الموضوع. مش حقيقي. اطمني مش هيقفش، انا هظبطه. المهم بس ان لما يتم المراد ما تنسيش رجب. يلا يا فرحه، حبي على ايد ماما ورحبي بيها. استغفر الله يا حبيبتي، اتفضلي اقعدي. اهلا بك يا حاج. هي دي بقى فرحه اللي قلت لك عليها يا ماما. الف مبروك يا حبيبتي. معلش ما تاخذنيش، ما قدرتش احضر فرحكم، بس ملحوقه ان شاء الله بزياره ببيتي. تنوري في اي وقت يا حاج. طالما باركت لها كده يبقى عجبتك. باين عليها مؤدبه ومن بيت اصيل. طبعا، هو انا برضو هجيب اي حاجه. ربنا يسعدكم يا ابني وينولك يا رب العيل اللي انت بتتمناه. امين يا رب. لا يا سماح فين؟ لسه ما جاتش من المطبخ. ما انا عارف بس بتاكد، اصلا انا اتعمدت يا امي اجيب فرحه في عدم وجود سماح عشان ما تزعلش. ما انت عارفه سماح حساسه قوي، وانا لازم احافظ على احساسها برضو. ويا ريت يا ريت ما تعرفش ان احنا جينا. اصيل يا مختار يا ابني. ايوه كده، لازم تحافظ على مشاعرها. بصراحه بقى انت لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي حد زي سماح. معلش يا حبيبتي ما تاخذنيش، الواحد لازم يقول اللي ليه واللي عليه. ورغم ان سماح هتبقى ضرتك، لكن انت اول ما تشوفيها هتحبيها قوي، لان بصراحه ما فيش في حنيتها وادبها ولا طيبه قلبها. وهكرهها ليه بس يا حاج؟ ربنا يديم المحبة ويقدم اللي فيه الخير. تسلم يا حبيبتي، بان عليها مؤدبة قوي. يا حاجة دي نقاوتي يعني مش أي حاجة. دايما تقع واقف يا مضروب. وأنا مش يا مؤاخذة بس كده، مش هقع واقف ليه؟ ابن الوز عوام. أمال إيه؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماح يا بنتي. الحمد لله على السلامة يا سماح. إيه يا حبيبتي؟ جيتي بدري يعني لما طلبتك في التليفون قلت هتيجي بعد المغرب. كنت حاسه اني تعبانه شويه فقلت اروح استريح. الف سلامه عليك يا حبيبتي، الف سلامه. مين دي يا مختار؟ دي فرحه، بنت ام فرحه. انا فرحه عروسه مختار. الف مبروك. معلش انا تعبانه شويه، هطلع استريح. يعني كان لازم تقولي لها عروسه مختار؟ جرى ايه مختار؟ انت هتستعر مني ولا ايه؟ ما هي كده او كده هتتعرف عليا. ايوه بس كنت همهد لها الاول. الله، ما هي عارفه انك اتجوزت. وطي صوتك، تعرف حاجه وتشوفك حاجه تانية. بس ايه جرالكم ايه؟ اطلع يا ابني اجبر بخاطرها بكلمتين. يلا يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم، ألف مبروك على رجعتك لينا بصحة وعافية. الله يبارك فيك يا سماح، ومعلش ما تزعليش مني إن أنا ما حضرتش فرحكم، أنت عارفة أنا كنت في دوامة ما يعلم بيها إلا ربنا. لا أبداً يا حبيبتي، ده رجوعك لينا بالسلامة هو فرحنا الحقيقي، ده أنا حتى النهاردة ما روحتش الشغل عشان أشوف. معقولة؟ ده أنا غالية عندكم بقى. لا يا جماعة ما ينفعش كده، أنا كده هتغر. ده أنت باين عليكي خفتي خلاص وتحسنتي قوي. الحمد لله. بصراحة أنا أول ما شفت عمر واقف قدامي وأنا حسيت إن أنا بقيت واحدة تانية خالص. يا حبيبتي ألف حمد وشكر ليك يا رب. ما عندكيش فكرة يا هدى، آخر مرة زرناكي قلقنا عليكي قد إيه. ليه يا طنط؟ أصلك كنتي ساكتة خالص وطول القعدة مسهمة وأكنك مقطعانة. بجد؟ مش فاكرة، ده كان الشهر اللي فات. خلاص بقى يا نورة، هي ذكرى حلوة قوي عشان تفكريها. أيام راحت لحالها، خلينا في النهاردة. معاك حق والله يا سي أشرف، إحنا كده حتى في الفرح بنعيط. لا احنا مش عايزين نعيط من النهارده ورايح، عاوزين كل ايامنا تبقى سعاده. يا رب يا حبيبي وينولك كل اللي ببالك قادر يا كريم. امين يا رب. عارفه يا ماما احنا المفروض نعمل حفله كده حلوه في الجنينه وتتبل لنا شويه لحمه حلوين ونقعد نشويهم، بس نوره ما تشويش عشان حرقت الميه. مساء الخير يا اشرف. مش باين، انا هخرج الجنينه شويه عشان الجو هنا كتمه يا اختي. وده ماله ده كمان؟
مين دي؟ نعم، انت اللي مين يا اختي؟ دي هدى مرات اشرف. ايه ده؟ دي اللي كانت في المصحة؟ مش كده يا نعمة، مش كده، دي الملاف السعدي يا اختي. اه صح، عندك حق. معلش انا اسفة، بس اصلي كنت بسمعهم يعني بيقولوا انك تعبانة وعيانة. كانت تعبانة وخفت الحمد لله. طيب كويس، يلا الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامة ابنك ان شاء الله. الله يسلمك دي باين عليها طيبة ومش شريرة زي جوزها اللي على طول واقفة له بالعرض في زوره ده. جرى ايه يا نعمة؟ اسكتي بقى، لو عندك كلمة كويسة قوليها، لو ما عندكيش اسكتي خالص. صح، عندك حق يا حاجة، أول مرة تقولي حاجة صح. أنا عموما هطلع أوضتي عشان ما لبخش أكتر من كده. سلام عليكم. مين دي؟ دي مرات الحاج التانية. حاج مين؟ بابا يا هدى. عمي عم تستر؟ هي دي اللي اتجوزها؟ ايوه يا بنتي، كل واحد بياخد نصيبه اللي مكتوب له. ايوه يا جماعه، بس انا شايفه انها عايشه معاكم هنا. بالظبط كده. معقوله؟ ومين اللي سمح لها بحاجه زي دي؟ عمتك يا ستي. انت يا طنط؟ ايوه يا بنتي، ده حقها الشرعي ونصيبها من جوزها، وحرام عليا لما احرمها منه. عملنا كل المحاولات، مفيش فايدة. يعني ايه؟ الباقي في حياتكم. لا، انت كداب. انا ابني عمل عملية وخف يعني هيعيش. من فضلك يا استاذ، دي اعمار ملناش فيها اختيار. يعني ايه؟ ما قدرتوش تعملوا له اي حاجة؟ انا هوديكوا في 60 داهية. يا استاذ لو سمحت، ابنكوا جالنا تعبان، درجة حرارته عالية وعنده تليف في المخ. كل التحاليل والأشعة أثبتت كده. باقي في حياتكم. لا لا ابني، لا خدتوا مني يا رب. كان بقى كويس، كان بقى كويس. ماما لا، ليه سبتني في ابني ليه؟ عاقبتنيش أنا ليه؟ عاقبتنيش أنا وسبته هو ليه؟ عاقبتنيش أنا وسبته ليه؟ اهدي يا هدى، اهدي عشان خاطري، ده مقدر ومكتوب يا حبيبتي. كان خلاص، كان خف، كان خف وبقى كويس. انا مصدقت اخده في حضني من تاني. عمر راح، راح ومش هيرجع تاني. طب ليه بس؟ حرام كده يا هدى، ده امر ربنا. بس تعالي معايا، تعالي قومي ارتاحي. تعالي يا رب ارحمني وخدني بقى، وخدني بباب ارحمني. هدى عصابها تعبانه قوي يا ماما. مسكينه يا بنتي، الله يكون في عونها. أنا غالي قوي يا حبيبتي، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. المرحوم كان غالي عليا قوي. مش مصدقة، عمر راح
ده مولود على ايديا. الاعبار بيد الله يا حبيبتي، مفيش لا كبير ولا صغير على ربنا، وكلنا رايحين وسبحان من له الدوام، انا لله وانا اليه راجعون. ازاي ده يحصل من غير ما نعرف؟ الهبوط السريع للاسهم لسه حاصل، ما بقالهوش ساعتين. يا دي المصيبه، وايه العمل دلوقتي؟ انا شايف اننا نستنى شويه ونشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. الكلام ده لو كنت حاطط جزء من فلوسي مش كل اللي حلتي. استاذ طارق، لو التحقيقات اثبتت براءة سكرنا من كل حالات التسمم دي، ممكن كل حاجه ترجع زي ما كانت. طب ولو حصل العكس؟ ساعتها يعوض عليك ربنا. يعوض عليا منين؟ كده هرجع شحات من اول وجديد. يا ريتني ما طمعت وحطيت كل اللي حلتي في سله واحده. ايه؟ جهزت الفلوس ولا ايه؟ الفلوس اهي. ابني فين؟ شنواني. خد الفلوس وظبط الدنيا، اتاكد من حقي عشان اديك حق. العيش يا نعمة، 5 مليون كاملين عندك في الشنطة، مش ناقصين مليم. مش مهم، أنا أتأكد رجالتي هيعدوا وادينا واقفين سوا. يعدوا؟ يعدوا إيه؟ أنت اتجننتي؟ ليه؟ هو إحنا ما عملناهاش قبل كده ولا نسيت؟ حبيبتي إحنا في الصحراء، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. أنا ما بهربش مخدرات، ولا اليومين دول بيقفشوا اللي معاهم عيال وفلوس. مفيش فايدة فيكي. مفيش فايدة فيكي، طول عمرك عنيدة وما بيهمكيش حد. أمال كنت فاكرني إيه؟ لقمة طرية هتمضغها وتهضمها بسرعة؟ ده أنا سمك. أنا ما أكلتكيش، افهمي بقى. أنا برضه أكلك يا نعمة. أنا كنت بحاول أحافظ عليكي. والنبي صحيح، وحافظت؟ كان عندي أمل إن ده يحصل. المبلغ مظبوط. إيه هو اللي مظبوط؟ مش معقول كده، على طول مستعجل. إيه دول 5 مليون لحق؟ أنا بشوفهم بقلبي قبل عناي. والبركه في الرجال. هات الوقت. عيب يا نعمة، انا مش هخدعك، ده انت حبيبتي. حبك برص. ابنك اهو. يا اخويا اصبر شويه، مش كده على طول مستعجل. يا ابني اصبر، لسه في حاجات ناقصه. لسه في ايه تاني يا نعمة؟ ورقه طلاق يا امور. صدقني نسيت. نعم يا اخويا، انت هتستهبل؟ نسيت والله نسيت. الله، اعذريني يا نعمة، المبلغ مش شوية. خدت وقت على بال ما لميت لك المبلغ، والحكاية دي نسيتني حاجات كتير. كده؟ رجع الواد ورجع له فلوسه ومفيش عملية. ليه بس؟ هو كده. لما تبقى تجهز ابقى خد ابنك. ما تتممي العملية يا ست نعمة، وأما تخلصي بقى ابقى فكري في موضوع الطلاق ده. الله يكرمك، خليك في حالك. بقول لك رجع الواد على العربية ورجع له فلوسه. نعمة، بلاش تعملي حاجة ممكن تندمي عليها. أنا ما بتهددش، فلوسك هترجع لك، وأما تجهز ورق الطلاق يبقى خد ابنك. لا، ما أنا ما قلتلكيش، أنا مش همشي من هنا إلا وابني معايا. تهديد ده بقى؟ آه تهديد، بس بالعقل. يا رجالة، الخمسة مليون دول هدية مني ليكم، قصاد إنكم تسلموني ابني، والست دي ما تسمعوش كلامها. إيه تخريب اللي أنت بتقوله؟ أنا اتجننت. إيه يا نعم؟ في إيه؟ فرصة عمرهم وجات لحد عندهم، ما تسيبيهم بقى يختاروا. يا إما يبقوا معايا ويقبلوا الهدية والحياة تزهزه معاهم، يا إما يفضلوا معاكي ويعيشوا مدفونين بالحياة. مقبولة الهدية يا زو؟ إيه اللي مقبولة دي؟ أنت جننت؟ والاتفاق اللي بينا؟ كلته القطة يا عسل. خد يا كبير ابنك أهو. ونصيحة مني، استنوني في العربية بسرعة. نصيحة مني اتطلقها، إني كدية وبخيلة وماسكة على الدنيا. يلا يا رجالة. استني عليا. انا مش قلت لك يا نعمة هتندمي؟ بكره تيجي تبوسي جزمتي عشان اوافق بس اسامحك. يا ولاد الكلب، اوعي تاني تتحديني يا نعمة. انا كان عندي استعداد ادفع قد اللي دفعته ده 10 مرات، وما اشوفش نظرة انتصار واحدة في عينيكي. مش هسيبك يا نديم، والله ما هسيبك. وانا مستنيكي بس في الفيلا، ها؟ تيجي تبوسي رجلي عشان اوافق تعيشي تحت ظلي خضعة وراضية باللي أنا أقرر أديهولك. باي باي. نديم!
مساء الخير. سعد، انت ايه اللي جابك؟ مفاجأة مش كده؟ مفيش مفاجآت بعد اللي حصل. انت بتضحك على ايه؟ على غبائك. سعد انا مش ناقصك، كفاية اللي انا فيه. بس لمنظرك وانت متضايق ومتشعوط كده يجنن بصراحة. انت جاي تشمت فيا؟ طبعا، هو ده موقف يعدي بالساهل كده يا صديقي العزيز؟ صديقك؟ قصدي اللي كنت صديقي. قبل ما تتصور بغبائك انك ممكن تخسرني وتزحزحني عن مكاني خطوة واحدة بس، انت عايز مني ايه؟ عايز اقولك ان انا اللي عملت فيك كل ده بذكائي يا غبي. يوه، ما تصطادش بقى في المية العكرة. المية العكرة دي مكانك الطبيعي، ولا انت فاكر انك ممكن تستقردني وتعمل على قفايا ثروة عمر اهلك ما كانوا يحلموا بيها واسيبك؟ انت اصلا ما تقدرش تعمل اي حاجة. يا ابني ما كل اللي حصل لك ده انا اللي عامله. وايه يعني؟ عشان مصنعك لغى التعاقد مع مصنعي، بكرة الف مصنع تاني يتعاقدوا معايا. ومين بقى المغفل اللي هيتعاقد مع مصنع السكر بتاعه مسمم؟ كذب وتلفيق كمان. ايوه ما انا عارف، عارف انه كذب وتلفيق. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا اللي ملفقها لك. نعم؟ انا اللي خططت ودبرت وبعت ناس يعملوا فيك بلاغات عشان يخربوا بيتك يا صديقي العزيز. للدرجة دي يوصل بيك الانتقام مني؟ ده أقل واجب أعمله معاك. أخصى عليك، ده أنت حبيبي. أيوة بس أنت ما ضرتنيش أنا لوحدي، أنت ضريت كل المساهمين وهم ما لهمش أي ذنب في كده. يا سلام يا سلام على قلبك الطيب. أنا كل اللي أملكه 20%. أيوة ما أنا عارف، وعارف كمان أن 20% دول هم كل ما تملك في الحياة، وانك استلفت عليهم فلوس بالفايز. بس للاسف سمعه المصنع المنيله مش هتخليك تعرف تسدهم. نسيت اقولك، اصل وانا جاي في الطريق عرفت ان النيابه امرت بان المصنع يتشمع بالشمع الاحمر. يعني انت رجعت شحات تاني. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. انت اللي زنيت على خراب عشك، وزي ما بيقولوا ضربة بضربة. بس زي ما انت شايف كده، انا ضربتي بقى ضربة معلم. ربنا يوريني فيك يوم يا سعد. ده بعينك. عارف ليه؟ عشان انا اذكى منك، ولما بقع بعرف اقف من تاني، لاني اصلي ونمرة واحد مش تقليد زيك. انا برضه احسن منك وهتشوف انا هعمل فيك ايه. انت كمان ممكن تكون نمرة واحد، بس في الغباوة وقلة الأصل مش في التجارة. بص بقى، أنا نصيحتي ليك إنك تروح دلوقتي تشرب كوباية شاي بلبن وتتغطى وتنام. تصبح على خير. ما تستهترش بيا كده يا سعد، أنا برضو طارق. أنت فعلا طارق، زيك زي الظرف الطارق بالظبط، بياخد له يومين تلاتة وبيخلص. وانت خلاص يا طارق، يومينك خلصوا.